اهلا وسهلا بكل الاعضاء الجدد اللي لسه داخلين معانا دلوقتي. استاذنكم ناكد ان الصوت تمام ومفيش اي مشكله في الصوت للغه الانجليزيه. شكرا يا رضوى. استاذنكم لو نشارك في الاستفتاء ده سريعا قبل ما نبدا المحاضره بتاعتنا. الحاله الاجتماعيه للاعضاء المشاركين معانا ما بين اعزب او خاطب او مرتبط او رب اسره. ده الجزء الأول من المحاضرة بتاعتنا، العلاقات الإنسانية وكيفية اختيار شريك الحياة. الجزء الثاني إن شاء الله تعالى هيبقى بكرة الجمعة 3/2 في نفس الميعاد بتاعنا الساعة 9 إن شاء الله تعالى. اعتقد اكبر نسبة موجودة معانا في المحاضرة انه اعزب، يلي رب اسرة، يلي خاطب او مرتبط. تمام، نبدأ المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله تعالى، واشكر حضراتكم على الاستفتاء. ابدأ كلامنا باسطورة. الاسطورة دي طبعا معنى انها اسطورة يعني هي شيء من الخيال، ولكن بنهدف منها المعنى او الهدف عايزين نوصله في بداية محاضرتنا النهاردة. ان الانسان اول ما خلق كان عبارة عن جسد مكون من راسين واربع ارجل واربع ايدين، لغاية ما جت فترة على الإنسان وانفصل وأصبح شغل الشاغل للإنسان طوال الحياة هو البحث عن النص الآخر علشان يكتمل كإنسان كامل البنية. الكورس بتاعنا ممكن يكون جديد شوية على حضراتكم، ما بيتدرس كتير أو مش منتشر، ولكنه كورس أعتقد من وجهة نظري في غاية الأهمية. خليني في بداية كلامي اشارككم احصائية تأكد لكم كلامي دوت. لو بنتكلم في مصر نسبة الطلاق وصلت ل 43%، يعني فاضل لنا 7% ويبقى نص اللي بيتجوزوا في مصر بيتطلقوا. الغريب في الاحصائية ان 43% دول اغلبهم من الشباب في السنة الأولى من الزواج، وده بيعبر عن كارثة داخلين عليها كمجتمع في الفترة القادمة. خليني في الأول أعرفكم بنفسي وبعدين نبدأ نقول المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أنا اسمي محمد عصام الدين، سيرتيفايد كوميونيكيشن سكيلز ترينر او متخصص في مجال التنميه البشريه من شركه ديل كارنيجي الولايات المتحده، ودي شركه منتشره على مستوى العالم ليها اكتر من 25 فرع، والمناهج بتاعتها بتدرس باكتر من 45 لغه مختلفين على مستوى العالم، بالاضافه ان انا باحث في اداره الاعمال كليه التجاره جامعه عين شمس على درجه الماجستير،
ميكرو ام بي اي جامعة بروكفورد في الولايات المتحدة، عضو المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعضو الجمعية العالمية للعرب ذوي الكفاءات العالية. بالإضافة إن الحمد لله تعالى وصلت لأكثر من 20 مؤلف في التنمية البشرية، ما بين برامج أو كتب هدفها بيزنس وايز أو جانب عمل، أو سوشيال لايف جانب اجتماعي، ومنهم محاضرتنا النهاردة، أو جنرال لايف أو حياة عامة في التعاملات. من المؤلفات الخاصة بيا وكلها تعتبر ريفرنس أو اكسرسايزز بوك: لايف ستايل كوميونيكيشن سكيلز، ويلكم لايف، ستارتنج ليفينج يور لايف، سمارت لايف، نيو لايف، سمارت لايف كوميونيكيشن سكيلز بوك، ام تي تي مودرن تيتشنج تكنيك، بارتنر لايف، وده اللي هيبقى جزء من المحاضرة بتاعتنا النهاردة من الكتاب دوت، اختيار شريك الحياة، ستارت لايف سي اس اس، ستارت لايف سي اس سي، جلوبال كاستمر سيرفيس، ات يور سيرفيس، جيت ا نيو لايف، My own life, deal done, excellent life, smart life, golden book, yes life, I am creative. ولو حضراتكم ملاحظين معظم المواد العلمية المشترك فيهم كلهم هو كلمة life أو الحياة، لأن دايما عندي مقولة مؤمن بيها جدا ودايما بسعى ان انا ادور على اجابتها في الدنيا بتاعتنا الواسعة دي، ان للحياة معاني كثيرة نبحث معا عن السعادة وكيفية النجاح. تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. اصعب سؤالين في الدنيا العلماء جميعا اجتمعوا انه ملهمش اجابة ثابتة، هي: ما هو سر السعادة في الحياة؟ وازاي تقدر تنجح في الحياة؟ وما هو تعريف النجاح بالنسبة ليك؟ كل واحد مننا في الدنيا السؤال ده عنده هيبقى ليه إجابة مختلفة، سواء كان سعادته في الزواج مع مراته، سعادته في الفلوس، سعادته في العلم. كل واحد السعادة بتاعته بتبقى في حاجة مختلفة عن الشخص التاني. الكورس بتاعنا النهاردة العلاقات الانسانية وكيفية اختيار شريك الحياة هي دعوة من بعد الثورة بنسعى ان احنا نوصلها ونخليها منتشرة، مش بس على مستوى مصر، لا ده على مستوى الوطن العربي كله. والفكرة كلها بدأت من جمعية رسالة مع احد اصدقائي، هو صحفي في جريدة المصري اليوم اسمه محمد غريب، ان احنا اطلعنا على ماليزيا واكتشفنا ان ماليزيا عندهم قانون. القانون ده بيقول ان ما ينفعش اي اتنين هيقدموا على خطوة الزواج غير ولازم يكونوا معاهم شهادة بانهم خدوا كورس تأهيل للزواج. طبعا احنا عندنا في مصر شهادة طبية وبتبقى مزورة، تعال اقول لحد تعال خد كورس في العلاقات الانسانية وكيفية اختيار شريك الحياة، هتلاقي يقول لك طب هو في شهادة؟ طب هو الكورس ده في عروسة؟ وبنسمع تعليقات غاية في الغرابة، لان لسه الوعي مش منتشر في موضوع زي ده، او الفكر لسه ما نضجش في حاجة زي كده. عشان كده سعيت انا وزميلي محمد ان احنا نرفع الدعوة دي للعلن او للنور، وطبعا بنشكر ملتقى الدارين انه سمح لنا ان احنا نشرف نصحح فكر او مفاهيم العادات والتقاليد او الموروثات بتاعتنا، ممكن نقول غيرت فيها حاجات كتيرة قوي. دعوة برضو ان احنا نرجع للدين بتاعنا، دعوة ان احنا نرجع للعقل علشان نقدر نحكم على الامور بشكل سليم او بشكل صحيح. ليه احد اصدقائي بعد حوالي سنة ونص خطوبة وخلاص
يعتبر يعني هيتجوز كأنه هيتجوز بكرة، والنهاردة خلاص آخر يوم في العزوبية زي ما بيقولوا، وبيخلص الشقة بتاعت الزوجية، ناقصين على الستاير. فنازل هو وخطيبته ومعاها أهلها طبعا علشان يشتروا آخر حاجة في الجهاز اللي هي الستاير. فشافوا ستاير مستوردة شكلها، ف صاحبي او زميلي قال له يا عمي انا والله نفسي اجيبها بس للاسف الفلوس اللي معايا ما تكملش حاجة زي كده، فخليها خلاص تعدي ما جاتش على دي، وبعدين برضو النوع اللي احنا اخترناه كويس وما فيهوش مشكلة. راح قال له اقسم بالله العظيم لو الستاير اللي احنا اخترناها دي ما جاتش النهاردة ما في جواز هيتم بكرة. تخيلوا رد اب قبل يوم جواز عشان خاطر ستاير يبقى كده. عشان كده بقول حضراتكم عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. طبعا انا زميلي بيحكي لي بيقول لي لولا ان انا باقي على البنت وعايز الم الدور زي ما بيقولوا، قال لي رحت لاحد اصدقائي واستلفت منه فلوس ورحت شريت لهم الستائر اللي هم كانوا عايزينها. بنحاول نوجهه في بداية كلامنا حتى للاباء، يا ترى انت كأب كنت هتبقى مبسوط بعد سنة ونص من الخطوبة ان بنتك تقعد جنبك، وكل ما تيجي حد يقول لكم ليه انتوا فسختوا الخطوبة تقول له علشان ما جابناش الستائر اللي احنا عايزينها؟ يا ترى قدام ربنا سبحانه وتعالى لو هنتكلم بصورة اكبر شوية يوم القيامة لما ربنا يسألك خليت لي بنتك تعيسة او منعتها من الجواز بالانسان اللي كانت عايزاه، هتقول له علشان ما جابش الستائر اللي احنا كان سنة فيها؟ عشان كده بقول لحضراتكم ده احنا نصحح بعض المفاهيم السلبية اللي للأسف الماديات اصبحت طاغية عليها ومنتشرة في الوطن العربي بتاعنا كله مش في مصر بس كمان. الكورس بتاعنا كل جزئية هنبدأ نشرحها، هستأذن حضراتكم ان احنا بعد ما نخلص كل جزئية اي حد من حضراتكم عنده اي استفسارات هنتابع مع بعض من خلال الشات ان احنا نسأل كل الاسئلة اللي احنا عايزينها، وان شاء الله تعالى في نهاية المحاضرة بتاعتنا هنخصص حوالي ربع ساعة او 10 دقايق لو في اي استفسارات ان احنا ممكن نتواصل مع بعض. غير كده وكده ده الايميل بتاعي محمد اندرسكور عصام اندرسكور الدين @yahoo.com، بحيث ان انا بعد المحاضرة ان شاء الله تعالى هبقى اونلاين كمان لمدة ساعة للرد على استفسارات اي حد من حضراتكم سواء كان على الفيسبوك او على الشات، لان الاكاونت بتاع الفيسبوك هو بنفس الايميل. الايميل محمد عصام الدين MOHAMED_ASAM_ELDIN@yahoo.com، وبرضو موجود عند حضراتكم هو على الشات عشان نتواصل مع بعض. هنبدأ الكورس بتاعنا بشخصيتين، الشخصيتين دول هيبقوا معانا على طول في كل المحاضرات بتاعتنا سواء كانت النهاردة او بكرة ان شاء الله تعالى لتكملة الكورس بتاعنا. الشخصيتين دول ظاهرين قدامنا هم استاذ سعيد واستاذة سعاد. سعيد وسعاد رمزين بنسعى من خلال الكورس بتاعنا انهم يبقوا في كل واحد مننا، ان احنا نسعى دايما للهابينس او السعادة،
وان احنا نقدر نبقى عندنا الوعي اللي يقدر يخلينا نوصل بشكل فعال لعلاقة ناجحة مبنية على أسس وفيها الوعي ما بين التعاون في الطرفين. قبل ما نبدأ الكورس بتاعنا، تعازينا الحارة لأهالي شهداء حادث بورسعيد. الواحد متأثر جدا من ساعة ما سمع الأحداث اللي بتحصل، وبنسأل الله عز وجل ان الاحداث دي تمر سريعا ونطلع من الفترة او عنق الزجاجة اللي احنا فيه حاليا، علشان نقدر نفوق ونسعى ان احنا نهتم بشغلنا وبحياتنا. وبصراحة كتير قوي عرضوا عليا النهاردة ان احنا نلغي المحاضرة بتاعتنا بسبب الاحداث المؤسفة دي، ولكن انا اصريت ان انا اعمل المحاضرة، رغم برضو حتى ان العدد كان مفروض متوقع انه يكون اكتر من كده كمان، علشان نوصل رسالة لاي حد مهما كان مين الحد دوت، ان مهما اللي هيحصل ده مش هيمنعنا ان احنا نكمل شغلنا. لازم الدنيا تستمر، لازم نسعى ونجتهد، مش عشان خاطرنا احنا بس، لا ده عشان خاطر بلدنا كمان، ونقدر كلنا ننجح ونعمل حاجة كل واحد في تخصصه او في مجاله. الكورس بتاعنا مادة علمية زي اي كورس عادي، ليه محتوياته، ليه اهدافه، ليه الاسس اللي اتبنى عليها. خلينا نشارك مع بعض اهداف الكورس بتاعنا. وده كورس بيبقى مدته 30 ساعة، بيتدرس على مدار 5 ايام، حوالي 3 ساعات ونص او 4 ساعات كل يوم. الكورس بتاعنا بيهدف الى التعريف بالعلاقات الانسانية او الهيومن ريليشن واهميتها، وقد ايه هي شيء مهم او فعال. والمقصود بالعلاقات الانسانية يا جماعة هي علاقة ما بين طرفين، ايا كان مين الطرفين دول، انا ومديري فيما بيننا تعاملات، اذا دخلنا في جانب العلاقات الانسانية، انا ووالدي في تعاف العلاقات الانسانية، انا وزوجتي او انا واهل مراتي، برضو دخلنا في جانب العلاقات الانسانية. سلسلة العلاقات الانسانية اللي انا عاملها متكونة من 3 اجزاء، ودي اللي انا بشارك حضراتكم بيها النهاردة. في الجزء الثاني العلاقات الانسانية وكيفية التعامل مع الاهل والاصدقاء، والجزء الثالث العلاقات الانسانية وكيفية علاقات انسانية وانها منتشرة في جميع الفروع او التخصصات اللي موجودة في حياتنا. الهدف الثاني بنحاول ننشر توعية ايجابية عن العلاقات الانسانية في التعاملات ما بين الرجل والمرأة، عشان كده هيجي قدام شوية وهنتكلم ازاي بيفكر الرجل وكيف تفكر المرأة، وازاي كل واحد منهم بيتعامل مع الاخر، لانها نقطة في غاية الاهمية لازم افهمها كويس قوي. بفتكر حاجة لما بدأت اتخصص في الجزئية ديت وادرس فيها، والابحاث الخاصة برسالة الماجستير بتاعتي او الدراسات العليا الخاصة بي في المجال دوت، هي انها تخليني افتكر الاية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ربنا سبحانه وتعالى شبه الافاق الدنيا دي كلها بالانفس، يعني النفس الافاق او الدنيا الواسعة ديت، احنا بتوع انفسهم دي يا جماعة. وشفنا قد ايه النفس البشرية مهما حاولت تدرس فيها هي متغيرات. لو 80 مليون مصري، احنا بنتكلم في 80 مليون شخصية، التوأم نفسهم مش هتلاقي ان الاتنين شخصيتهم واحدة، كل واحد شخصيته مختلفة عن التاني. عشان كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحاول ندرس الصفات او السمات العامة في دراسة الشخصيات. طلعت بإجابة فلسفية في الموضوع دوت احب اشارككم بيها في النقطة التانية ديت، هي ان مفيش حاجة في الدنيا دي اسمها انسان وحش شرير،
امال ايه؟ الفكرة كلها ان الانسان هو عبارة عن مميزات وعيوب. لو انا كمحمد شفت في تعاملي مع واحد مميزات اكتر منها عيوب، انا بقول عليه انسان كويس. لو انا شفت في عيوب اكتر منها مميزات، انا بقول عليه انسان سلبي او انسان مش كويس. عشان كده دايما بنقول حاول في تعاملاتك مع الناس تدور على اللي شبهك عشان تقدر تتعامل معاه بشكل ايجابي او فعال، ودايما تقدر تنجح معاه انك توصل زي ما بيقولوا لبر الامان. ايه اسس اختيار شريك الحياة للطرفين؟ بالنسبة للولد استاذ سعيد، بالنسبة للبنت انسة سعاد. مرة كنت في ندوة في سوهاج، فبتكلم مع احد الاشخاص وبقول له ايه مواصفاتك لشريك الحياة؟ فراح قال لي بص حضرتك كده، انا عايزه تدي على هيفا وهبي، نانسي، حاجة زي كده، الاستاذة اليسا، تكون شبههم شوية يعني. دي كانت اقتراحات استاذ سعيد في اختيار شريك الحياة. في القاهرة بقى كنا برضو في مؤتمر، وكنت بتكلم مع احد الانسات، انسة سعاد، فبقول لها ايه مواصفات شريك الحياة اللي نفسك فيه؟ فقالت لي بص حضرتك كده، يكون مدي على احمد عز، تامر هاجرس، ارنولد شوازينجر، حاجة كده يعني تكون جامدة كده، الواحد يبقى ايه فخور بيها وهو ماشي مع الناس. او مهند زي ما حد بيقول اهو دلوقتي. في سوق في الفكر كبير جدا في الموضوع ده. لينا بيج على الفيسبوك، دي خاصة بيا، اسمها تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. تعالوا نفكر بعض بصوت عالي. كنا مرة مشتركين في ايفنت كده وبنسأل اسئلة ليها علاقة بالموضوع، وياريت حضراتكم تشاركونا البيج دي على الفيسبوك، هي بالعربي اسمها تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. فبنت بتقول قوت طويل جدا مترين وحاجة، في حين انها قصيرة جدا، بتقول لدرجة ان احنا لو ماشيين في الشارع ومش شبكين ايدينا في ايد بعض مش هنجيب بعض من اختلاف التفكير. اوعي تفكيرك يبقى سطحي وتبقى نظرتك للانسان اللي قدامك معتمدة على النظرة السطحية او نظرة الشكل. الانسان مهما حاول يجمل في حتة الطين اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله، هي هتفضل في الاخر طين. ما تبصش على الطين، بص على الجوهر اللي جوه الطين دوت. لو كان جوهره كويس وافقي عليه على طول. لو كان انسان مش كويس، مهما كان اجمل انسان في الدنيا ولا شكله كان عامل ازاي، ما توافقيش عليه. الاخلاق فعلا يا شيرين هي الاساس. هي يا جماعه في مشكله في الصوت ولا ايه؟ استاذنكم لو في اي حاجه فاتحينها على الانترنت نقفلها ما عدا الصفحه بتاعتنا علشان يبقى تحميل سهل ويبقى الصوت واضح لحضراتكم. عشان كده هنتكلم ان شاء الله تعالى عن اسس اختيار شريك الحياه والابعاد بتاعتها واشكالها عامله ازاي. هنتكلم كمان عن دوره الحياه الزوجيه وكيفيه تجديدها. عشان كده الكورس بتاعنا الفئة بتاعته هي مش بس الاشخاص اللي لسه ما اتخطبوش او اللي هم المخطوبين، لا، ده احنا كمان بنتكلم مع المتزوجين، لان لازم نبقى فاهمين قوي السايكل بتاعت الحياة الزوجية دي عشان نعرف ازاي كل فترة نعمل لها ريفريشمنت او تجديد ونقدر نعيش حياة سعيدة. سبحان الله، التفكير عند كل انسان سواء كان ولد او بنت بيوديه لحتة
محدش ممكن يتخيلها او يتنبأها. موسوعة جينيس 2011 قصة غريبة جدا تستعجبوا منها عشان تعرفوا ان لازم طول ما احنا عايشين في الحياة نتعلم او ننمي ثقافتنا او علمنا. واحدة اتخانقت مع جوزها وهو حلف انه ما هيبات في البيت وهيمشي ويسيب لها البيت. هي متضايقة جدا زعلانة قوي انه هيعمل حاجة زي كده. خرج ورزع الباب وراه، تفكير هيوديها لفين يا جماعة. قررت انها تنتحر، تطلع من البلكونة وتنط. هو كان نازل من باب العمارة تحت فتروح وقع عليه، وإرادة ربنا سبحانه وتعالى تشيء بقى ان هو اللي يموت وهي تفضل عايشة. تخيلوا هتعيش بقيت حياتها كلها بموقف زي ده. وقصص كتيرة لو هنقعد نتكلم فيها للصبح عمرنا ما هنصدقها او هنحس بيها. اخبار الحوادث كانوا كاتبين حادثة حصلت ما بين اتنين، رجل وزوجته، هما الاتنين قتلوا بعضيهم. في البحث عن سبب الخلاف او ايه اللي خلاهم يقتلوا بعض، لقوا ان هما كانوا بيتخانقوا على نص فرخة. هي عاملة نص فرخة على الغدا، هو عايز ياكل النص فرخة كلها. هي قالت له لا مالكش غير ربع فرخة وبس. راح قايم جايب السكينة قتلها وهي لسه بتفرفر كده زي ما بيقول، راحت واخدة سكينة وقتلاه هو كمان، وماتوا هما الاتنين عشان خاطر نص فرخة. علماء النفس لما جم حللوا القصة دي، وده اللي كان مكتوب في المقالة، هو انهم هما الاتنين ما قتلوش بعض عشان الفرخة ولا عشان مشكلة نص فرخة. لان دايما ياما بنسمع مشاكل زوجية كتيرة قوي سببها بيبقى تافه او عبيط زي ما بيقولوا. الفكرة ان موضوع الفرخة ده هو كان السبب اللي كان خلى البركان ينفت، فبقوا عاملين زي القنبلة اللي مستنين حد يجي يشد الفتيل بتاعها علشان تنفت بسبب سبب تافه، ربع فرخة او نص فرخة. فلازم نبقى فاهمين الجزئية دي كويس جدا، وازاي نقدر نمر في كل فترة من فترات الحياة بشكل ايجابي او فعال. قراءة الشخصيات ومتخصصين في علم النفس، ولكن انا عن نفسي كمحمد دراستنا للشخصيات من ناحية الهيومن بيهيفيرز او جانب ادارة الاعمال. لو احنا بنعمل انترفيو الانسان انا محتاج في خلال 10 دقايق او 5 دقايق بالكتير قوي اقدر احلل شخصية اللي قدامي واقدر افهم مين هو وعايز ايه او اذا كان صادق ولا كذاب. فاحنا استخدمنا الجزئية دي علشان نقدر نفهم بيها الجزء ده، وبرضو دخلناها هنا في العلاقات الانسانية وكيفية اختيار شريك الحياة، وبالذات للبنات اللي موجودين معانا لازم يبقوا في النقطة دي مركزين معانا فيها جدا، ودي هنتكلم عليها بكرة ان شاء الله تعالى. لان لو بنتكلم من احد الطرق المتبعة بالذات عندنا هنا في مصر في الجواز هي جواز الصالونات. عريس جاي هيسيبوهم يقعدوا مع بعض حوالي ربع ساعة نص ساعة بالكتير قوي. مطلوب منك في نص ساعة تقدري تقري شخصية اللي قدامك وتفهمي اذا كان هو انسان كويس ولا وحش، ايجابي ولا سلبي، طيب ولا شرير. فبالتالي لازم نبقى فاهمين الجزئية دي كويس قوي، وبرضو بالذات عند الولاد لازم نبقى فاهمينها كويس قوي، لان للأسف دراسة علمية اثبتوها حديثا في دراسة الرجل والمرأة اكتشفوا فيها حاجة في غاية الغرابة، ان المرأة عندها القدرة على التمثيل اعلى من الرجل.
ومصيبة، بمعنى اوعى كوالد اي كلمتين يتقالوا لك من بنت ولا غمزة بالعين ولا اي حاجة من الكلام ده كله تخليك تقع على طول. لا، لازم تبقى فاهم حاجة زي كده عشان كده تبقى عارف ازاي تقرأ برضو شخصية اللي قدامك وتقدر تتعامل معاها. طبعا مش قاعدة عامة، بس هو الفكرة من الإحصائية أو الدراسة اللي اتعملت هي إن البنت بتقدر تخبي مشاعرها، بعكس الولد ما بيقدرش إن هو يخبي مشاعره سواء كان في الحب أو الكره. عشان كده دي جزئية مهمة جدا للطرفين. وأنا دايما عشان برضو حضراتكم تبقى فاهمين إن أنا وأنا بدرس أو وأنا بشرح في الكورس دوت أو المحاضرة دي، أنا هبقى دايما في جهة محايدة، ولا أنا مع سعيد ولا أنا مع سعاد، أنا جاي كطرف محايد في الوسط بحاول أبين سمات شخصية للطرف الأول وسمات شخصية للطرف الثاني. طبعا يا أستاذة هبة مش كل الشخصيات، إحنا بنقول دايما الدراسة أو الإحصائية بيبقى فيها حاجة اسمها جزء غير صحيح. ودايما حتى عشان نبقى فاهمين، بتغض النظر عن الجانب العلمي أو أي حاجة، مرة جات لي بنت بتقول لي أنا عندي مشكلة. قلت لها إيه هي؟ قالت لي إن أنا ما بعرفش أبين أو ما بعرفش أخبي مشاعري، ودايما اللي جوايا زي اللي برايا، وبيبان عليا كل حاجة سواء كان بحب حد أو بكره حد، فهل دي حاجة وحشة؟ قلت لها بالعكس، ده انت تقولي الحمد لله ان انت على طول شفافة جواكي زي براكي، لانك لو عايزة تعرفي ميزة النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاها موجودة عندك، تخيلي عكسها هيبقى ايه، انك بتبيني عكس اللي موجود جواكي، ودي صورة من صور النفاق. فانت تحبي يتقال عليكي منافقة ولا يتحب يتقال عليكي شفافة؟ فقولي الحمد لله وما تسمعيش لكلام اي حد. عشان كده بنقول ان قراءة الشخصية دي من اهم السمات، ودايما انا مؤمن بمبدأ كبير جدا في الموضوع ده علشان نبقى فاهمينه، ومثل شعبي غاية في روعة الجمال لا لازم نبقى فاهمينه كويس قوي. لما جه يقول لك يا فلان بقى ما تعرفوش، عمر ما قعد نص ساعة ولا ساعة هتقدر تخليك تفهم الشخصية اللي قدامك. ولكن زي ما احنا قلنا هنقول ايه سمات كده مثالوي. اخر جزئية عندنا في الاهداف بتاعت الكورس بتاعنا انا اسف الصوت واضح كده يا جماعة، هو كيفية حل المشكلات واتخاذ القرار. ولما بنيجي نتكلم عن المشكلات بنتكلم عليها بين الثلاث ابعاد الخاصين بيها، لو انت عندك مشكلة عاطفية، لو انت عندك مشكلة نفسية، لو انت عندك مشكلة مادية. ايا كانت المشكلة ان شاء الله تعالى بالطريقة اللي احنا هنتكلم عليها مع بعض هتقدر تحلها وتقضي عليها تماما. دي كانت الاهداف العامة للكورس العلاقات الانسانية وكيفية اختيار شريك الحياة. وزي ما قلت لحضراتكم احنا بندرسها في بعض الاماكن مدتها 30 ساعة على مدار 5 ايام. المحاضرة بتاعتنا النهاردة هنتكلم فيها عن اول 3 اجزاء، وهناخد معاهم دورة الحياة الزوجية كمان كجزء منها علشان نقدر نوضح الهدف او المعنى منها. ايه محتويات الكورس او الدورة بتاعتنا؟ شابتر 1 بيبقى العلاقات الانسانية في الحياة، تعريف العلاقات الانسانية، اهميتها، انماط العلاقات الانسانية. شابتر 2 بيكلمنا عن أسس الاختيار لشريك الحياة، ما هي مواصفات شريك الحياة، كيف يفكر الرجل والمرأة، ايه أسس التعامل بادئ. ودي من نظرية اسمها نظرية السعادة، اي 2 مخطوبين او متجوزين هيمشوا على 9 مبادئ دول هيقدروا يوصلوا للسعادة، وهيقدروا يوصلوا للتعامل الايجابي ما بينهم وبين بعض. شابتر 3 انماط الشخصيات وكيفية تحليلها، وده هنتكلم فيه عن مدرج الشخصيات، اختبار هنعمله نقدر نحلل بيه الشخصية، وما هي الدوافع
والفرق ما بينها وما بين السلوك، وازاي اقدر اتحكم في الاتيتيود بتاعي او في اعصابي بمعنى اصح. شابتر 4 كيفية اتعرف فيها ما هي المشكلة، انواع المشكلات، وآلية للتعامل مع كل نوع من انواع المشكلات ديت. استاذن حضراتكم في حاجة، لو في اي استفسارات يا استاذ علي ان شاء الله تعالى هتبقى في نهاية المحاضرة بتاعتنا علشان ما نضيعش وقت المحاضرة، لان هما بالظبط ساعتين فنخلصهم، وبعد كده اي استفسارات عند حضراتكم ان شاء الله تعالى هنجاوبها، وبكل استفسار او بكل افاضة. بتاعنا بمراحل الحياة. ايه مراحل الحياة؟ الحياة اربع مراحل. بنبدأ بالمرحلة الاولى بعد مرحلة الطفولة، هي مرحلة الشباب. وفي المرحلة دي بيبقى الانسان عنده طاقة او قدرة كبيرة جدا من الحرية. هي كبنت بتعمل كل اللي هي عايزاه، ما حدش بيقدر يتحكم فيها، ما حدش بيقدر يقولها رايحة فين، جاية منين، بتعملي ايه. بتقدر تعمل كل حاجة هي لابساها او هي عايزاها، بتلبس اللي هي عايزاه، بتعمل اللي هي عايزاه، بتكلم اللي هي عايزاه، فبالتالي فيها حرية كبيرة قوي. هو كولد محدش هيقول له رايح فين، جاي منين، اتأخرت ليه، وديت الفلوس بتاعة المرتب فين، فبالتالي برضه بيبقى عايش حريته او انطلاقه. ودايما بنقول مميزات المرحلة دي او مرحلة العزوبية بمعنى اصح، انها فيها انطلاق، ما فيهاش سبوت، بمعنى مفيش حد رقيب عليك او مفيش حد بيبص عليك، كل واحد حر نفسه، بمعنى يسافر زي ما هو عايز، يجي زي ما هو عايز، يكلم اللي هو عايزه، ما يكلمش اللي هو عايزه. فبالتالي هو بيحاول في الفترة دي يعمل اي حاجة هو عايزها مهما كانت ايه هي. مرحلة جميلة، ولكن سبحان الله سنة من سنن الحياة ان احنا مش هنفضل فيها طول حياتنا، لازم هتيجي عليك فترة هتلاقي نفسك بتروح للمرحلة التانية، وهي مرحلة الخطوبة. اتعلق بواحدة بقى، اتعرفته جارته، وبنسمع قصص غريبة قوي عشان تشوفوا ان طالما المرحلة دي جت، اذا خلاص ارادة ربنا سبحانه وتعالى ارادت انه يتنقل من مرحلة الشباب لمرحلة الخطوبة خمانين، وتعاملاتهم مع بعض زمايل، ومفيش اي حاجة ما بينهم خالص، وتفاجأ ان هو في السنة الخامسة رايح بيقول لها انا عايز اتجوزك. ما هو خلاص هو حس ان بعد الخمس سنين دول، او حس بقى في الفترة دي بالنسبة له هو مش بالنسبة لك انتي، هي ان دي المرحلة اللي هو عايزها للخطوبة. وده يخلينا نروح لنقطة لازم نبقى فاهمينها كويس قوي في الجزئية دي، هي بلاش نستعجل الامور، بلاش صربعة. في دراسة اتعملت عن القرار اكتشفوا ان اصعب ثلاث قرارات في الحياة بيواجهوا الانسان، واحد قرار الكارير او قرار الشغل، المجال اللي هيربط حياته طول عمره في ان هو يشتغله ويصرف عليه وياخد فيه كورسات وحاجات كتيرة. نمرة اتنين قرار هجرة او سفر، واحد بيتغرب، بيسيب بلده، بيسيب كل ذكرياته، بيبدأ حياة جديدة مع ناس جديدة في مكان جديد، قرار مش سهل ابدا. نمرة تلاتة قرار الجواز، تدبيسة، زوجة او زوج هيفضلوا مع بعض 30 سنة على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيديهم من حياة. عشان كده بنقول هي عايزة صبر كبير قوي ان احنا نقدر ناخد قرار زي قرار الزواج. وطبعا المشكلة اللي احنا واقعين فيها انا وحضراتكم هي ان معظمنا من الشباب، يعني معناته ان احنا لازم هنمر على التلات قرارات دول، سواء كان قرار الشغل او قرار السفر او نمرة تلاتة قرار الجواز. عشان كده انا عجبني قوي تعليق قبل كده بنت قالت لي
انا مش هتجوز عشان بنت عمتي اتجوزت، ولا هتجوز علشان انا خلاص اللي ناقصه في العيله، او انا اللي عليا الدور في الجواز، ولا انا هتجوز علشان جالي عريس عنده شقه. انا هتجوز لما احس ان انا عايز اتجوز. وده فكره في غايه الاهميه. مفيش حاجه اسمها جواز بسن معين، بالذات احنا عندنا في الوطن العربي. وانا اسف، واحنا اعتقد معانا بنات كتيره، وياريت تاكدوا كلامي عن طريق الشات كمان، هو ان عندنا حاجة اسمها هوس التلاتين. يعني ايه هوس التلاتين؟ يعني البنت هتموت وتتجوز قبل ما تتم 30 سنة، ولو تم 30 سنة مصيبة، تخاف تروح تقعد مع اهلها، تقعد في اي زيارة عائلية، في اي خروجة، ما تروحش افراح، لان خلاص بيقولك 30 يبقى فاتها قطر الزواج، ولا خلاص ما بقتش متجوزة، ولا دي هتبقى عانس، ولا كلام كتير قوي. في حد بيقول في الارياف لو عدت 25، دي مشكلة تانية كمان اهي. علشان كده دايما بنقول ان مفيش حاجة اسمها جواز عند سن معين. انا رحت قبل كده شمال سيناء، كان بندي محاضرة او كورس هناك في البروجكت مانجمنت او ادارة المشروعات، وانا بتعرف على الشباب هناك، فلقيت واحد بيقول لي انا ابو سليمان، انا ابو احمد، انا ابو محمود. الله الله الله، ايه يا جماعة ده، دي القاب عندكم؟ فراح قال لي لا يا فندم، دي مش القاب، ده دول ولادنا. قلت له طب وحضرتك عندك كام سنة؟ قال لي عندي 18 سنة. قلت له طب وحضرتك؟ قال لي 17. وحضرتك؟ قال لي 19. 17 سنة يا جماعة، وعنده طفل، يعني كان متجوز من سنتين او من سنة. ثقافات من كل منطقة، ده لو جوه البلد نفسها اهو هتلاقيها مختلفة من مكان للاخر. عشان كده ارجوكم ارجوكم، ودي اهم حاجة لازم نبقى فاهمينها كويس قوي قبل ما نروح على النقطة اللي بعدها، ما تربطش الجواز بسن معين. ما تقولش كل اصحابي اتجوزوا انا كمان عايز اتجوز. ما تقولش مجرد ما انت لقيت شغلانه وبقيت كسيب وعندك شقه وركبت السيراميك انك لازم تتجوز. هي مش كده، هي الفكره ان المرحله الثالثه هي مرحله الزواج، ودي مرحلة زي ما بنقول هي نتيجة للمرحلة اللي قبلها اللي هي الخطوبة. الاتنين حسوا في توافق، في اتفاق ما بينهم، فبيبدأوا يروحوا للزواج. وده يخلينا نروح لحاجة اجتمع عليها العلماء، هخليها شعار دايما هنقوله في كل سلايد هنعدي عليها، ان انت ما تعديش من فترة الخطوبة وتروح على فترة الزواج غير لو لقيت في الطرف الثاني حاجتين مهمين قوي. واحد، الاتفاق العقلي، في توافق عقلي ما بيننا، احنا الاثنين متفقين، احنا الاثنين تفكيرنا واحد. ونمرة اتنين، الراحة النفسية. لو لقيت واحدة والتانية مش موجودة اوعى تروح لمرحلة الجواز. لو لقيت التانية بس الاولى مش موجودة برضو اوعى تروح للمرحلة. لازم يتوفر الاتنين في اللي انت هتختاره كشريك للحياة. ممكن تلاقي اتنين ياه واخدين بعض عن حب، وعلاقتهم ببعض جميلة جدا، لكن هي بتفكر بطريقة، هو بيفكر بطريقة تانية، هي بتبص للمواضيع باسلوبها بعاداتها بتقاليدها، هو بيبص للمواضيع بعاداته وباسلوبه وبطريقته. فيقول لك مش مهم التوافق العقلي او الاتفاق العقلي،
لا طالما في راحة نفسية او احنا الاتنين بنحب بعض خلاص، التوافق العقلي هيجي مع المعاشرة او هيجي مع الوقت زي ما بيقولوا. الاتفاق العقلي يا جماعة عشان نفهمه كده بلغة بسيطة، المقصود بيها ان تكون الكيمياء متظبطة. يعني ايه الكيمياء متظبطة؟ يعني احنا مش محتاجين نتكلم علشان نقول لبعض احنا عايزين ايه من بعض، ده احنا مجرد نظرتنا لبعض نفهم بعض، ده احنا مجرد من كلمة سلام عليكم احس اذا كان اللي قدامي زعلان ولا فرحان ولا متضايق. فده المقصود بيها علشان نقدر يبقى في اتفاق عقلي في التعامل ما بيننا. الراحة النفسية بقى المقصود بيها ان انت بتبقى فرحان لما بتشوف الطرف التاني، كل ما يبعد عنك تبقى نفسك تشوفه تاني، كل ما تبص في وشه تضحك تبقى مبسوط انك بتشوفه. اللي هو مقصود بيها هنا بمعنى اصح ان في ارتياح او في حب بمعنى اصح. فدايما عشان تروح للمرحلة التالتة دي اسعى ان الشخص اللي انت هتختاره عشان يشارك معاك حياتك يكون فيه الاتنين دول، انتوا الاتنين الكيمياء متظبطة او في اتفاق عقلي، نمرة اتنين في راحة نفسية. والله يكرمكم، لازم نبقى فاهمين الاتفاق العقلي ده بشكل صحيح، لان برضه للاسف الافلام بتبوظ دماغنا في الحاجات دي وبتخلينا نفهم الكلام ده بشكل غلط. تلاقي اتنين لسه متعرفين على بعض فتقول له ايه ده، هو انت بتاكل سندوتشات سوسيس؟ صدق ان انا كمان بحبها. فيقول لها ايه ده، وانت كمان بتحطي عليهم مايونيز؟ ده انا كمان بحبهم بالمايونيز جدا. الله، ده احنا متفقين في كل حاجة حتى في السندوتشات يا ربي. ايه ده؟ هو ده اتفاق عقلي ان احنا الاتنين بنحب سندوتشات السوسيس؟ الموضوع اكبر من كده بكتير قوي، فلازم نبقى فاهمين الدنيا بنطاق اوسع او بشكل اكبر من كده بكتير. المرحلة الرابعة وبرضو هي نتيجة من المرحلة التالتة هي الفاميلي او العيلة. دايما تقول لحد انت ليه عايز تقدم على خطوة الجواز او عايز تتجوز حاليا، فيقول لك خلاص بقى الواحد عايز يستقر. وعايزين نبدأ نكون أسرة ونفسي يبقى عندي أولاد وحدي، وتلاقي بقى كلام كتير أوي بيتقال في النقطة دي. هو عايز يحس بالاستقرار أو عايز يحس زي ما بيقولوا بالمودة أو الزواج بمعنى أصح. سواء كانت الخطوبة أو الزواج أو العيلة او اللي هو ما بعد الزواج بالتفصيل، بس انا لسه بدي مقدمة عن الموضوع علشان نبقى فاهمين الجزئية كويس اوي، لان زي ما حضراتكم شايفين احنا مش هنقول نقطة غير واحنا مفصصينها تماما وشرحينها بالتفصيل. عشان كده انا حتى طلبت من ملتقى الدارين ان احنا نخلي المحاضرة بتاعتنا على جزئين النهاردة وبكرة علشان يبقى في عندنا استفاضة في الشرح ونبقاش مستعجلين المواضيع. دول الاربع مراحل اللي هنمر عليهم، سواء كنت انت سعيد او انت سعاد هتلاقي نفسك لازم بتمر على الاربع مراحل. هنمر عليهم امتى، ازاي، مع مين؟ دي بقى اللي لسه الغيب مغبيهن او لسه ما نعرفش ايه اللي هيحصل فيه. فبالتالي زي ما قلنا لغاية ما تحصل كل مرحلة من المراحل دي بلاش نستعجل الامور ان احنا عايزين نروح للمرحلة اللي بعدها. خلي كل مرحلة تاخد وقتها، استمتع بكل مرحلة على قد ما تقدر لغاية ما توصل لدرجة انهم لو جم خيروك وانت مثلا فترة الجواز تحب ترجع تاني فترة الخطوبة، تحب ترجع تاني لسن الشباب، تكون اجابتك لا انا عملت كل حاجة انا عايزها في الفترة اللي فاتت، انا عايز اروح فترة جديدة. لازم يبقى موجود عندك هي ان لازم هتمشي على كل مرحلة من المراحل دي، فطالما انت كده كده هتمر عليها مر عليها وانت عندك وعي، مر عليها وانت عندك بصيرة انها لازم هتنتهي في يوم من الايام وهتروح لمرحلة تانية بعدها. فعشان كده بتحاول تقضي المرحلة دي وانت مستمتع فيها وبتعمل كل حاجة انت عايزها ترضي الله عز وجل، ومنها تبقى عشت المرحلة دي.
ده يخلينا نروح ونسأل نفسينا سؤال تاني، ايه هي اهتمامات الحياة؟ يعني ايه اهتمامات الحياة؟ يعني سعيد بيفكر في ايه وعايز ايه من الدنيا، سعاد بتفكر في ايه وعايزة ايه من الدنيا. هي ايه ده؟ اهتمامات سعيد غير اهتمامات سعاد؟ طبعا كل واحد منهم اهتماماته مختلفة عن التاني، وده اللي اثبتته الدراسات في دراستها لعقلية الرجل والمرأة. عايز اقول لكم على نتيجة غريبة جدا، وبرضه هي نتيجة فلسفية طلعوا بيها من ناتج الدراسة دي، هي ان الاتنين الرجل والمرأة يقال عليهم بشر، انسان، عدد خلايا كل واحد منهم 18 مليون خلية، سواء كان الرجل او المرأة. الله، امال ايه الاختلاف؟ الاختلاف في الميكانيزم بتاع تشغيل ال 18 مليون خلية، الاختلاف في التكوين الداخلي للجسم لكل واحد من الطرفين، واللي نتج عنه ان اهتمامات الولد مختلفة تماما عن اهتمامات البنت في كل فترة من الفترات الاربعة اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. سعيد اهتماماته في كل فترة بتختلف، سعاد اهتماماتها في كل فترة برضو بتختلف. عشان كده دي نقطة لازم نبقى فاهمينها قوي، وتبقى عند كل واحد من الطرفين ان هم لازم يقبلوا انهم يروحوا كل مرحلة مع بعض ويبقوا مع بعض ويقبلوا بعض في كل مرحلة من الطرفين. بمعنى تلاقي الولد يقول والله انا حبيتها فترة الخطوبة فعلا، لكن اول ما اتجوزنا حسيت معاها بالملل، ما بقتش مستمتع معاها. تلاقيها هي تقول لك والله انا حبيته جدا في فترة الخطوبة، لكن اول ما اتجوزنا الحياة بقت روتينية، حاسين ان احنا مش حابين بعض او ان احنا مش عايزين نستمر مع بعض. ده معناته ايه يا جماعة؟ ده معناته ان هما تقبلوا بعض في فترة الخطوبة، لما راحوا اتنقلوا مع بعض فترة الجواز ما عجبتهمش وحبوا داخل في الحياة الزوجية، ما ينفعش. لازم تتزوجين، لازم هتتنقلوا بعديها لفترة العيلة او الاسرة او تكوين كيان او بيت. فعشان كده بنقول هي مراحل متسلسلة لازم هنمر عليها كلنا مع بعض. تعالوا نبدأ باهتمامات سعاد. سعاد اهتماماتها في الحياة ثلاث حاجات: تتجوز، اي بنت في الدنيا عندها اهتمام اساسي انها عايزة تتجوز او تختار شريك الحياة. اتنين، عيلتها، لان دول هي متربية معاهم من زمان قوي ومرتبطة بيهم عاطفيا جدا، فبالتالي عيلتها هم جزء من حياتها، ودايما كبنت هي بتحس انها جزء من العيلة. بمعنى لو هي انفصلت عن العيلة ما تعرفش تعيش لوحدها، لازم تكون عيلتها موجودة معاها. فعشان كده العيلة، ودي حاجة لازم تبقى فاهمها كشاب، هي اساس عند البنت كاهتمامات للحياة. ما جيش وانت خاطبها تقول لها اختاري ما بيني وما بين اهلك، ما ينفعش. انت كده بتقول لها اقتلي نفسك علشان تيجي تتعاملي معاي. خليك فاهم ان عيلتها هي جزء اساسي من اهتماماتها في الحياة، ومنطق كده وبعقل علشان ما تقولوش ان انا متحيز للموضوع. واحدة عايشة مع عيلتها بقالها 25 سنة، عرفت حضرتك بقالها 6 شهور، عايزها تسمع كلامك انت يلي بقالك معاها 6 شهور، وما تسمعش كلام اهلها اللي بقالها معاهم 25 سنة. دي نقطة في غاية الأهمية لازم أفهمها كويس قوي، إن هي مرتبطة جدا بعيلتها، إنها دايما متأثرة بيهم، إنها دايما بتسمع كلامهم،
فما تقدرش بالذات في فترة الخطوبة انها تسيبهم وتيجي تتعامل مع حضرتك، او انها تصدر كلام حضرتك على كلام اهلها. ده بل بالعكس، هي لو عملت كده انت تخاف منها، لان كده في حاجة مش مظبوطة. ازاي واحدة تبيع اهلها اللي بقالها معاهم 25 سنة وتفضلك انت يا لسه تعرفك بقالك 6 شهور؟ وسيبوكوا من كلام الافلام بقى، اصل الحب ومش الحب، لا مش كده خالص. الفكرة كلها اعمال عقل، ان الموضوع منطقي جدا، فبالتالي هي مش مستاهلة، او زي ما بيقولوا مش محتاجة تفكير. العيلة جزء من اساسيات البنت. واثبتها لكم من الجانب الديني كمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جه الرسول يخاطب البنت في اختيارها لشريك الحياة قال ايه؟ من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. من جاءكم، ما قالش البنت من جاءكي، لا من جاءكم، يعني كان بيكلم البنت مع العيلة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان البنت جزء من العيلة، وان قرار الجواز ما ينفعش يجي من عند البنت بس، ده لازم من البنت مع العيلة، لان هما الاتنين اساس في اختيار شريك الحياة. وده يأكد بمعنى تاني لازم نبقى فاهمينه كويس قوي، برضو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ان لما قال النساء ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل مقصود بيها مش ان هما لا سمح الله ما بيفهموش او الكلام ده كله، لا اطلاقا، ناقصات عقل مقصود بيها ان عندهم العاطفة اكبر من العقل، وده معناته ان هما عندهم العقل اقل من العاطفة. فبالتالي البنت لما هتيجي تاخد قرار جواز هتاخده من جانب عاطفي اكتر منه عقلاني. ودايما بنتكلم ان القرار لازم يكون فيه الاتنين، العقل والعاطفة. فهنا بيجي دور العيلة، ان العيلة هما العقل والبنت هي العاطفة. اجتمع رأي العقل مع العاطفة هيتوافق عليك يا استاذ سعيد. كان في عاطفة لكن مفيش عقل، ما ينفعش. وبرضو الدليل على كلامي ده لو خدناها بمعنى مختلف، لو اتكلمنا عن فه بمعنى عنده العقل اكبر من العاطفة، فبالتالي هي سبحان الله تضيع. ربنا خلق عليها كل طرف من الطرفين. تجين العيلة ثلاثة الاطفال، وده جزء برضو فسيولوجي شوية في جسم الانسان. طبيعة ربنا حطها عند البنت حاجة اسمها الامومة. الابوة عند الرجل العلماء يقولوا لك هي اكتساب وليست فطرة. بمعنى تلاقي الولد راكب المترو مثلا، فاب قاعد جنبيه ماسك ابنه وحطه على حجره وعمال يقول له تشي كوتشي كوتشي كوتشي، ايه العسل ده يا اخواتي، يا اختي كاميلا امه، يا اختي كاميلا ابوه. فتلاقي راجل بيبص له، ايه الراجل العبيط ده، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، عيب عليك، ده انت راجل كبير. ليه؟ هو كرجل مش حاسس الابوه، مش حاسسها. ليه؟ اصلا مش هتيجي دلوقتي، ده انت مش هتحسها غير لما تمسك حتة اللحمية دي على ايدك، وساعتها هتبدأ تحس يعني ايه ابوة، او يعني ايه انك ممكن تفني حياتك كلها علشان حتة اللحمة الصغيرة دي. لكن بقى عند الاستاذة سعاد، ده من وهي طفلة صغيرة ولا تفهم في اي حاجة ولا تعرف اي حاجة، باباها ياخدها المحل اللعب ويقول لها تختاري ايه حبيبتي، تقول له انا عايزة عروسة، وتاخد العروسة وتقعد طول الليل منيمها في حضنها وبتلعب معاها وبتغير لها هدومها. ايه ده، سبحان الله، دي فطرة ربنا وضعها عند الايه، عند الام او عند البنت، في انها تهتم بالاطفال، او هي من اساسيات الحياة عندها. لو رحنا لأستاذ سعيد،
اهتماماته في الحياة. سعيد برضو بيدور على شريكة الحياة، ودايما تلاقي بقى كلمات كتير قوي من الشباب يقولك انا عايز واحدة تكمل معايا مشوار الحياة. ده دايما بيقولولك وراء كل عظيم امرأة عظيمة. انا عايز واحدة تشيل بقى معايا شوية، تحضر لي لقمة كويسة، تخلي لي بيتي اجمل بيت في الدنيا، تشاركني تسعدني. فابتدى يدور على شريكة الحياة او زوجة. انا عايز اعف نفسي وعايز زوجة تكون طيبة ومحترمة وتتقي الله فيا. فتلاقي دايما في اراء كتيرة قوي في ان هو عايز يختار شريكة الحياة. لازم بقى انت تفهمي حاجة تانية، هو جزء من اهتماماته في الحياة صحابه، والمقصود هنا بصحابه هو تعاملاته مع العالم الخارجي، واللي مقصود هنا بصحابه هي القهوة، اللي مقصود هنا بصحابه هي الخروجات، اللي مقصود هنا بصحابه هي زمايله من ايام الجامعة، اللي مقصود هنا بصحابه هي انه هو بيحب كل فترة يقضي وقت مع ناس بره البيت متمثلين في صورة الاصدقاء او الصحاب. ثلاثة هي العيلة، لان هو برضو ولازم انت تبقي فاهمة عايش مع اهله بقاله كتير. ده هو يعرفك بقاله 6 شهور وهو عايش مع اهله بقاله 28 سنة، فهو متأثر باهله، بيحب والده بيحب والدته، فبالتالي هو برضو بيحب اهله. ودايما افتكرها جملة سمعتها من رب اسرة، وبعتقد ان هو انسان عاقل، قال الانسان اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في اي حد في الدنيا. ودي حاجة بنقولها في الجزئية بتاعت انماط الشخصيات، لازم حضراتكم تبقوا فاهمينها كويس قوي. لو انت عايز تعرف فعلا حقيقة شخصية اللي قدامك، شوفه بيتعامل مع اهله ازاي. ليه؟ هنيجي ونتكلم في نقطة قدام شوية، هي ان في بداية التعارف ما بين الطرفين بيبقى كل واحد مأفور شوية في تعاملاته. هي لما تيجي تاكل قدامه، ياه بتخلص السندوتش في ساعتين ونص، اصل بقى صغنطه طول الميل علشان الروج ما يبص. رقيقه جدا يا جماعه، ايه ده؟ هو ايه ده مظبط ايه؟ لبسه تمام، شكله انيق، شعره متسرح، الشوز ما فيهاش ايه سن التراب، فبالتالي تحس كده ان هو ايه حاجه واو يعني. ليه؟ ما دي طبيعه في بدايه تعرفهم ان في انجذاب او تعامل ما بينهم هما الاثنين. عشان كده دايما بنقول بقى شوف كل واحد منهم بيتعامل مع اهله ازاي، تبان لك طبيعة شخصيته قوي. هو لما بيكلمك في التليفون وعايز يقول لاخته مثلا هاتي لي ميه، فبيقول لك خليكي معايا خليكي معايا ثواني. بيروح يقول لاخته ايه بقى؟ استاذنك يا فلانه تجيبي لي ازازه ميه وانت ماشيه، ولا بيقول لها هاتي لي ازازه ميه وانت جايه بيت بسرعه عشان عطشان. واللي منها تقدري تعرف شخصيته عاملة ازاي. هي بتتعامل مع زميلاتها او اصدقائها ازاي. اقرب مثال عشان اوضحها لكم شوية، الاعلان بتاع دريتوز اللي بنشوفه دلوقتي في التلفزيون. كان بيكلمها في التليفون وهو كله رومانسية، ولما جه قال لهم وطوا بقى صوت الراديو شوية، قالهم لهم ازاي يا جماعة؟ وطوا الراديو ده شوية، مش عارف اتكلم. وده يبين برضو طبيعة الشخصية او التعامل. عشان كده ودي حاجة بنقولها، ولازم يا اباء طالما انتوا سامعين معانا المحاضرة دي تبقوا فاهمينها كويس قوي، لازم يبقى في لقاءات ما بين الطرفين خارج المنزل مع وجود محرم طبعا. ليه؟ لازم يشوفوا بعض في الطبيعة، لازم يشوفوا بعض في التعاملات، لازم يحصل احتكاك في التعامل ما بينهم علشان تبان الشخصية بشكلها طبيعي.
لكن طول ما انت بتشوفيه نص ساعة بس كل اسبوع، هو في النص ساعة دي مش هيبين شخصيته، في النص ساعة دي هيبقى واخد باله من كل كلمة هو بيقولها، مش هيبقى على طبيعته. برضو انت في النص ساعة اللي هتشوفها دي هي هتبقى قاعدة الاسبوع كله بتستعد للنص ساعة دي، فبرضو مش هتبقى على طبيعتها. ولكن احتكاك التعاملات هو اللي هيبين قوي حدود التعامل ما بينهم هما الاثنين، وطبعا في حدود الشرع والدين والعادات والتقاليد. الموضوع الفلسفي اللي نتكلم فيه بقى علشان نبقى فاهمين النقطة دي كويس قوي 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 قوي، عايزين نرتب اهتمامات الحياة بالنسبة لسعاد قبل الخطوبة، مين واحد مين اتنين مين تلاتة. وياريت البنات معانا بقى في الموضوع ده. فترة الشباب ايه بالنسبة لك؟ رقم واحد، مين رقم اتنين، مين رقم تلاتة؟ العيلة 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 العيلة. يبقى اجتمع الجميع ان العيلة هتبقى هي الاساس في قبل الخطوبة. طب لو اتكلمنا عن الشباب، وبرضه يا ريت الشباب بيشاركوا معانا، ايه اهم حاجة عندك قبل الخطوبة او فترة الشباب يعني لسه ما فيش حد معاك؟ الاصحاب العيلة 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 الشغل الاصحاب العيلة. انا اسف. اذا معظم الاراء كانت هنا بتقول العيلة والاصحاب، مالناش دعوة قبل الخطوبة، مش هدفنا. كل واحد زي ما احنا قلنا فترة الشباب بتاعته بيعمل اللي هو عايزه. لو قلنا فترة الخطوبة، مين يبقى رقم واحد؟ وياريت بقى جاوبونا انتوا الاتنين سواء كان ولاد او بنات. العيلة العيلة شريك الحياة الشريك شريك الحياة البارتنر العيلة العيلة شريك الحياة. اوكي شكرا. ده يخلينا نروح لحاجتين. خدوا بالكم من حاجة، اولا الشباب ما جابوش سيرة صحابهم خالص. ليه؟ فترة الخطوبة نسي صحابه، ما بيكلمهمش ولا بقى يخرج معاهم، هي بقت شغلاه ال 24 ساعة مقضينها اس ام اس، مكالمات، شات، مقابلات. هي عيلتها، ودي حاجة لازم انت تبقى فاهمها برضو، هي الاساس. ولو هنتكلم عليها من الناحية الشرعية لازم تبقى انت كولد فاهم كويس اول النقطة دي، هي انها في فترة الخطوبة ما ينفعش تسمع كلامك، انت شرعا مالكش الحق في انك تأمرها ولا انك تقول لها رايحة فين جاية منين، ولا تنتقدها في لبسها، ولا تقول لها كنت فين ولا كنت مع مين. ليه؟ هي لسه مش مراتك. الخطوبة كتعريف ليها هي مشروع زواج. يعني ايه مشروع الاول؟ المشروع هو كيان لم يكتمل بعد. ولما نيجي نقول مشروع جواز، اذا هو اتفاق بالجواز ولكن لسه ما حصلش الاتفاق، لسه ما بقاش اسمه جواز، فبالتالي هي فترة تعارف. فما ينفعش ان انت تقول لها روحي سوي اعملي كنت فين بتلبسي ايه، ودي حاجة انت لازم تبقى فاهمها قوي كولد. والله يكون ان هي كبنت بتراعي شعورك كراجل، بتستأذنك قبل ما تخرج، بتكلمك قبل ما تروح اي مكان، ماشي ده دي حاجة بتاعتها هي. ولكن لو لقيتها ما سمعتش كلامك وسمعت كلام اهلها، دي حاجة ما تزعلكش. ليه؟ ما انتوا لسه في فترة خطوبة،
يعني مفيش اي رابط ما بينكم يخليها تسيبك او تسيب او تسيب كلام اهلها وتتعامل معاك انت او تسمع كلامك انت. ليه بقى؟ لازم انت كبنت برضو تبقي عندك ذكاء شوية. بنلاقي بعض البنات بتأفورها شوية في ايه بقى؟ تكلم حبيبها او خطيبها في فترة الخطوبة: حبيبي انا رايحة مع جارتنا الشقة اللي جنبينا علشان عايزة توريني فستان جديد هي جابته، تسمح لي اروح ولا ما تسمحليش؟ هو بقى عاش الدور وابتكر نفسه السيد: اه طبعا روحي روحي، بس ما تتأخريش اكتر من نص ساعة، ها، ولما تيجي بإيديني رنة عشان اطمئن عليكي، اصل بقلق عليكي قوي. ويبقى هما الاتنين عمالين بيمثلوا على بعض. قال ايه هو قلقان عليها، قال ايه هي بتستأذنه قبل ما تروح اي حتة. وزي ما قلت لحضراتكم لازم يبقى عندنا العقلانية اللي تخلينا نعرف نحدد حدود التعاملات ما بيننا احنا الاتنين. نروح للجزئية التالتة بعد الجواز. مين رقم واحد؟ وياريت برضو الطرفين يشاركونا في الاختيار. شريك الحياة، شريك الحياة، الزوج، البيت، الزوج، شريك الحياة، الزوج رقم واحد، شريك الحياة، التوازن مع العيلة والزوج، الزوج، الزوج، التفاهم. دي نقطة لازم نبقى فاهمينها كويس قوي. لما كنت في سوهاج قامت بنت قالت لي تعليق جميل قوي، وانا اسف يعني انا من القاهرة اصلا، ولكن لا اعتقد ان ام تكون في القاهرة تقول الكلام اللي سمعته من البنت اللي في سوهاج ديت. بتقول لي انا امي ربتني من وانا صغيرة على مبدأ. ايه هو المبدأ ده؟ قالت لها طول ما انتي موجودة في بيتنا طاعتك من طاعة ابوكي، يعني تسمعي كلام ابوكي في كل حاجة هو يقولها لك. لما تروحي تتجوزي لو جوزك قالك ما تجيش تزورينا ابوكي، لان طاعتك بقت من طاعة جوزك. انا راضي ذمتكم في دلوقتي الحضارة والتقدم والتمدن اللي احنا فيه، ام ممكن تقول لبنتها اسمعي كلام جوزك ولا تسمعي كلامي؟ طبعا انا مش بتكلم من ناحية قطع الرحم او الوزع الديني، انا بتكلم بس ان البنت قالتها لي كتشبيه، اللي هو بمعنى كلام الزوج امر يطاع، بخلاف طبعا ان هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. انت كولد برضو زي ما عرفت ان انت بقيت رقم واحد عند البنت، لازم تبقى عارف ان اصحابك يجوا رقم اتنين، القهوة رقم اتنين، الخروجات والفسح ما بقتش تنفع تبقى لوحدك فيها، لازم تبقى هي معاك. زمان كنت بتاكل لوحدك، دلوقتي بقت تاكل معاها، فما ينفعش تاكل برا وهي تفضل طول النهار مستنياك وتيجي بالليل تقول لها اصل انا اكلت. ما ينفعش تخرج تتفسح وسايبها هي قاعدة في البيت. دايما لازم هي هتبقى معاك رقم واحد في كل تعاملاتك او في كل الحوارات اللي بتتم بينكم. دي كانت اهتمامات الحياة اللي لازم افهمينها كويس قوي، واللي نقول منها حاجة لازم افهمينها كويس قوي، ودي ذكرت في كتاب اسمه رجال من المريخ ونساء من الزهرة. اهتمامات الحياة لكل طرف من الطرفين في كل مرحلة من مراحل الحياة اللي احنا اتكلمنا عليهم الاربعة مختلفة من مرحلة للاخرى. التخوف اللي بالذات بيبقى بقى بعد فترة الجواز عند البنت وعند الولد من حاجتين. عند الولد هي انها
طول ما انتم متجوزين هي مخلياك رقم واحد لغاية ما يجي الاولاد. اول ما هيجي الاولاد هيبدأ ترتيب التلاتة دول يتغيروا عندها تاني، ويبقى الاطفال رقم واحد في حياتها، وانت هتبقى رقم اتنين. وده اللي بنقول عليه هو اول سبب من اسباب فشل الحياة الزوجية. بمعنى ما ينفعش حتى بعد الاولاد يبقى هو رقم اتنين، لازم هيفضل طول حياتك هو رقم واحد حتى لو كان عندك 10 عيال. بمعنى اهتماماته هي الاول، بعد كده اهتمامات اولادك، رعايته هو الاول، بعد كده رعاية اولادك. بالنسبة للولد احنا لسه مكملين عليها من شوية، مش هينفع تفضل عنها حاجة، لازم تفضل معاها مراحل الحياة. بمعنى الجمال ما بيقعدش، فما ترضاش بيها وهي في سن 20 وتسيبها وهي في سن 30 أو 40 عشان بقت وحشة، او سن 50 أو 60 عشان ربيع العمر يا ولدي. زي ما قبلت انك تكون معاها في فترة 20 و30، لازم تقبل تكون معاها في فترة 40 و50. واديكم مثال حي شفناه كلنا قدام عينينا، الممثلة صباح. صباح في افلام الابيض واسود، واسألوا اجدادكم او ابائكم شكلها كان بيبقى عامل ازاي، ولا ما كان حد بيشوفها، ولا كان حد بيسمع انها موجودة في حتة، كان بيحصل ايه؟ عاملة في عصرنا الحالي زي هيفاء وهبي كده شكلها دلوقتي يا جماعة، او كان شكلها بقى وهي عندها 90 سنة قد ايه، ولا عامل ازاي؟ سبحان الله، طبيعة كلنا هنمر عليها كبشر، ولاد او بنات. فبلاش يبقى نظرتك ليها سطحية او اهتماماتك تتغير، لا، انت هترضى كل فترة من الفترات انك تعيش معاها كل مرحلة زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد. هنغير ارادة ربنا في الكون، هنغير السايكل او الدايرة دي، بتبدأ تحصل كل البلاوي اللي بنسمع عنها وكل الحاجات السلبية اللي بنشوفها في المجتمع بتاعنا. عشان كده عايزين زي ما قلنا تعقل علشان نقدر نعيشها صح. تساؤل تاني يودينا لنقطة تانية نبقى فاهمينها كويس قوي، مراحل الحياة الزوجية. العلماء قالوا ايه؟ اي طرفين هيمر جية ما بينهم وما بين بعض هيمروا فيها بالخمس مراحل دول. ايه المرحلة الاولى؟ المرحلة الاولى الانبهار. بمعنى انا اسف، المرحلة الاولى الاعجاب. وده اللي بنقول عليه استلطاف، يعني بمعنى والله هو شافها، هي شافته، حصل انجذاب، حصل اعجاب، فكل واحد منهم ابتدى زي ما بيقولوا كده ايه، السهم اترمى ويحصل فيه اعجاب ما بينهم هما الاثنين. المرحلة دي ما ينفعش تفضل ثابتة. بمعنى لازم هيلاقوا نفسيهم اجباري وليس اختياري بيروحوا للمرحلة التانية اللي العلماء بيقولوا عليها الانبهار. بمعنى الاعجاب زاد فاتقلب الانبهار، فاصبح كل واحد من الطرفين شايف التاني على انه ملاك ماشي في الارض. كل حاجة بيعملها كل واحد من الطرفين قدام التاني، كل واحد منهم بيعتبرها انها حاجة متميزة، حاجة منفردة مفيش زيها في الكون ولا في زيها فعند اي حد تاني. شوف بتاكل ازاي، شوف بتمشي ازاي، شوف بتلبس ايه، شوف بتتعامل مع ناس ازاي، شوف هو بيعمل ايه، شوف شخصيته عاملة ازاي، شوف طريقة تعامله مع الناس ازاي. فكل واحد منهم شايف التاني على ان هو حاجة مفيش زيها، زي ان هو حاجة مفيش منه اتنين في الكون. وللأسف خدوا بالكم من حاجة كأولاد وكبنات، المرحلة التانية دي هي مرحلة
ظلام بمعنى في المرحلة دي ممكن نقول المقولة المشهورة اللي بتقول الحب أعمى، بمعنى مهما جه أقرب الأقربين إليك وقالولك أي صفات سلبية في الطرف التاني أنت عمرك ما هتصدقه. ليه؟ أنت منبهر بالشخص اللي قدامك فمش قادر تطلع أي سلبيات أو أي حاجة سيئة في الشخص اللي قدامك. عشان كده بنقول دايما تجنب انك تقع في فترة او في فجوة الظلام دوت، علشان تقدر تصدق الكلام وعشان تقدر تاخد القرار صح في اختيارك لشريك الحياة. اوتوماتيك برضو هتروح للمرحلة التالتة، والعلماء قالوا عليها هي مرحلة التقدير. الانبهار مع الوقت اتقلب بتقدير. التقدير بان في ايه بقى؟ في المواقف. فابتدى كل واحد يقول للتاني بقى ايه، يا ايه ده، يا جماعة شوفوا العقل، شوفوا الحكمة، شوفوا التصرفات شكلها عامل ازاي، ده ايه ده يا جماعة، ده انسان متميز قوي، ده هي مفيش حد زيها. فبالتالي هتلاقي ان كل واحد منهم اصبح يقدر التاني. والتقدير هنا المقصود بيها ان هي كبنت بقت خلاص مش عارفة تشوف ولد تاني احسن منه. هو كولد مهما كان معاه في الشغل او بيقابل بنات كتير، الى انه خلاص ما بقتش ولا بنت منهم تلفت انتباهه. هو في مرحلة التقدير في تعامله مع الشخص التاني او في صفاته اللي شافها في الشخص التاني، وده يخليهم اوتوماتيك يروحوا على المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي التعود. التقدير قلب بتعود، بمعنى خلاص ما بقوش يقدروا يستغنوا عن بعض، ما بقوش يقدروا يفوتوا يوم من غير ما يسمعوا صوت بعض، ما بقوش يقدروا يناموا غير وهم نايمين والسماعة في ودنه تصبح عليه. لو في يوم ما صبحتش عليه ده يبقى يوم اسود، ده يبقى يوم غريب، ده يبقى يوم مش طبيعي. ليه؟ اصل انا اتعودت خلاص اصبح عليه كل يوم الصبح. هو يقول لك معلش استاذنكم بس 5 دقايق، في ايه؟ مكالمة بعد الظهر. ايه يا ابني مكالمة بعد الظهر دي؟ معلش اصل دي طقوس كده في تعاملاتنا مع بعضينا، احنا تعودنا على كده خلاص. وسبحان الله المرحلة دي اذا كنا بنقولها بهزار هي انا بعتبرها اصعب مرحلة في ال5 مراحل. ليه؟ الاعجاب بيزول، الانبهار مع الوقت راح، التقدير اتقلب مع الوقت التعود، التعود لو اتقطع الانسان يموت. بمعنى لو هما جم في المرحلة الرابعة وفسخوا الخطوبة، اتطلقوا، سابوا بعض، مصيبة. ليه بقى؟ مش علشان الاعجاب، ولا علشان كانوا منبهرين ببعض، ولا كانوا علشان بيقدروا بعض، لا ده علشان اتعودوا على التعامل مع بعض. واللي منها يجي علماء النفس يقول لك هنا بقى في المرحلة دي ايه، عندهم فراغ عاطفي. يعني ايه فراغ عاطفي؟ يعني ما بقاش في حد بيكلمه، مكالمة بعد الظهر ما بقاش في حد بيرن، هي ما بقاش في حد بيكلمها الصبح، ما بقتش تنام على صوته، ما بقاش في حد يبعت لها اس ام اس يقول لها بحبك وحشتيني. فيبدأ يحصل هنا بقى الايه، الاكتئاب او اليأس او الضيق او الزعل. ودي ليها اساس يا جماعة في الجسم البشري، حاجة اسمها الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية في جسم الانسان دي ساعة اوتوماتيك
مش مانيوال. يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني انت اللي بتظبطها من غير ما بتحس، على حسب تعاملاتك. لو انت كل يوم متعود تصحى الساعة 7، بعد 15 يوم او ما يقدر باسبوعين هتلاقي نفسك اوتوماتيك بقت تصحى الساعة 7. ليه؟ يقولك اصله تعود، اصل الساعة البيولوجية عنده خلاص اتظبطت على كده. فبالتالي هي نفس الفكرة، انت خلاص علشان الساعة البيولوجية بتاعتك اتعودت ان بقى في حد معاك، حد بيكلمك، حد بيونسك، حد بيهزر معاك، حد بتطمئن عليه، حد بيقولك هو راح فين جه منين، اصبح ان الموضوع بالنسبة للساعة البيولوجية بتاعك عامل زي الادمان، عامل زي جرعة المخدرات اللي لازم تاخدها، ولو ما خدتهاش هتحس ان انت جسمك فيه حاجة مش مظبوطة. ودي طبعا حتى لو بنقول لا قدر الله لو حصل فسخ خطوبة او حصل طلاق او حصل انفصال او حصلت اي مشكلة بيبقى حلها، ودي حتى هنتكلم عليها بكرة ان شاء الله تعالى في مرحلة او مراحل الحزن، هي العودة الى الله عز وجل. كل ما رضيت باللي ربنا كاتبه لك وقلت الحمد لله ولعل في ذلك خير، كل ما هتلاقي نفسك بتعرف تعدي من المرحلة دي بشكل طبيعي او بشكل ايجابي. المرحلة الخامسة، المرحلة الخامسة هي مرحلة تجديد الحياة. بس خدوا بالكم من حاجة، قبل ما يعدي على المرحلة الخامسة في مرحلة رابعة، او في مرحلة ما بين الرابعة والخامسة غاية في الخطورة. المرحلة دي هي مرحلة اكتشاف السلبيات. ايه ده؟ ولو تلاحظوا سبحان الله هي ترتيب تلقائي او طبيعي، بمعنى بسبب التعود الشديد اللي اصبح ما بينهم هما الاتنين في التعامل، اصبح ان هما الاتنين في تعاملات ما بينهم على مدى طويل قوي، مش بقى بس بيشوفوا بعض نص ساعة، ده بقوا مع بعض، طلعوا مع بعض طول النهار، سواء كان بالتليفونات ولا بالشات ولا بالاس ام اس ولا بالمقابلات ولا بالخروجات ولا بالزيارات ولا ولا. وده بيخليهم يكتشفوا الشخصية بشكل اكبر شوية. وطبعا الانبهار راح، مرحلة الظلام، التقدير شبه لسه موجود ولكن التعود هو اللي بقى غالب عليه. فبالتالي يبتدي يكتشف كل طرف في الاخر سلبيات انت ممكن ما تطلعش منها وتروح على المرحلة اللي بعدها. ليه؟ هتمر فيها باربع احتمالات. المرحلة الاولى او الاحتمال الاول، اكتشافك للسلبية اللي شفتها في الطرف اللي قدامك تخليك تحس ان هو عمره ما هيتغير، ان في يأس في التعامل مع الشخص ده، وانك اتدبست وطلع الشخص مش اللي انت عايزه، فده يخليك ترضى بالتعاسة. واحد من حضراتكم يجي يقول سؤال دلوقتي في دماغه، طب هو في انسان يرضى بالتعاسة؟ في انسان يحب النكد؟ في انسان يحب يبقى حزين او متضايق؟ للأسف موجودين يا جماعة، وللأسف القصص اللي احنا بنسمعها بتأكد ان في ناس كتيرة قوي بتقع في الاحتمال رقم واحد ده. بنت بتحكي لي، زميلة ليا، عن واحدة صاحبتها بتقول لي هي اتجوزت النهاردة تالت يوم في شهر العسل، رايحة علشان تزورها وتطمئن عليها. فبتقول لي اول ما دخلت عمال اهزر معاها، بقى انا داخلة عند عروسة فعمالة تقول لها ازيك يا عروسة وتعالي لما عروسة ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله. فراحت لقيتها ما بتستجبش معاها ولا بتهزر ولا في اي تعامل يبين انها مبسوطة. فراحت قالت لها تعالي نخش جوه. دخلت معاها الاوضة، اول ما دخلوا الاوضة البنت بدأت تعيط وعياط هستيري،
فصاحبتها راحت واخدها في حضنها: ايه يا بنتي في ايه؟ صلي على النبي كده، ده انت عروسه، ده النهارده تالت يوم في شهر العسل، ايه اللي حصل؟ في ايه يا بنتي؟ راحت قالت لها: لو انت بتحبيني اتمنيلي الموت. مش طايقه، مش حاسه ان ده الانسان اللي عايز اقضي مع حياته او اقضي مع حياتي. تخيلوا يا جماعة، واحدة تالت يوم جواز تعيط وتقول لصاحبتها مش طايقاه، او تقول لها تمنيني الموت ولا تتمنيلي ان انا اعيش معاه ولو لحظة واحدة. انا كان رد فعلي طبيعي، وسألت السؤال اللي ممكن هيدور في ذهن كل واحد من حضراتكم: هي ليه قالت كده؟ هو طلع انسان مش كويس او مش محترم؟ فراحت قالت لي: بالعكس، ده انا عارفاه من قبل ما يتجوزوا، وهي بتحكي لي على اللي بيعمله معاها. قالت لي: والله العظيم بيأكلها بايده وبيجيب لها كل اللي هي عايزاه، وما بيرفض لهاش اي طلب. قلت لها: سبحان الله، بيأكلها بايده، بيدلعها، بيجيب لها كل اللي هي عايزاه، ما بيفوض لهاش طلب، طب ليه بتعمل كده؟ تقول لي: علشان ما خدتوش عن حب، كانت بتحب واحد تاني، ولكن علشان هو لسه بيشتغل ومش عارف يجيب فلوس وما عندوش شقة ومش عارف ايه والكلام ده كله، قالت لي، فكانت عارفة انه لو راح تقدم الاهل مش هيرضوا بيه. نمرة اتنين قالت لي: هو ابن عمها، واهلها عارفينه ومقتنعين باخلاقه وبصفاته، وعنده شقة وشغال وعنده مرتب ثابت. فطبعا من ناحية الاهل العريس ده هو احسن من العريس التاني. فقلت لها: طيب انت عارفة لو رجعنا للدين بتاعنا تاني ان تعريف الخيانة انها درجات، وان في حاجة اسمها الخيانة في التفكير، يعني انها تبقى معاه بجسمها ولكن تفكيرها مع واحد تاني، ده نوع من انواع الخيانة. ما ينفعش، لازم انت كصاحبتها توعيها وتفهميها ان اللي بتعمله ده غلط، سواء كان من ناحية الشرعية او من ناحية الدنيوية او من ناحية التعاملات او باي شكل من الاشكال. وبعدين خلاص اللي حصل حصل، اتجوزته والتاني خلاص شاف حياته ومصيره، ليه ما تحاولش تبص على الايجابيات بتاعته؟ ليه بتبص على السلبيات وبس؟ ساعتها قالت لي الجملة اللي انا كنت لسه بشرحها لحضراتكم دلوقتي، قالت لي: هي رضيت بالتعاسة، هي وافقت انها تفضل طول حياتها تعيسة، مش عايزة تشوف الايجابي، مش عايزة تكمل معاه، هي فرحانة انها تفضل تعيسة او زعلانة. وده ممكن اول احتمال لاي حد يقدر يتعامل مع النقطة رقم واحد. وطبعا اعوذ بالله، هو احتمال سلبي سواء كان للطرف الاول او سواء كان للطرف الثاني، لان مهما كان ان هو بيعملها بالشكل ده هيجي عليه وقت وما لقاش فيه استجابة في التعامل معاها، وهيبدأ يتغير وهيبدأ اسلوب تعامله يختلف، فتبدأ تحصل مشاكل ازيد وتنتهي زي اصحابنا بتوع النص فرخ. عشان كده بنقول دايما مفيش حاجة اسمها حب من طرف واحد، لازم يبقى فيه حب من طرفين. الاحتمال التاني لما نكتشف السلبية من الشخص اللي اتعودت معاه، هو تقبل السلبية. بمعنى يقول لك: انا هاخده بعماه، انا هاخده بعيوبه. طب حاول غير السلبية، طب حاول تفاداها، يقول لك: لا يا عم خلاص انا تقبلت السلبية. وتلاقيها هي بقى كبنت كل ما حد من صحباتها تيجي تسألها: عاملة ايه مع خطيبك؟ ايه اخبارك مع جوزك؟ تروح قايله لهم السلبية اللي هي شايفاه فيه، وتقول لهم على الحاجة اللي مضايقاها فيه، وما تتكلمش عن اي ميزة من مميزاته.
وتفضل طول حياتها. وده للأسف سواء كان عند الولد أو عند البنت موجود، هو إن كل واحد منهم يفضل طول حياته يقول يا عيني عليا، يا ريتني كنت كل زي كل المتجوزين، كان نفسي تبقى واحدة بيضة عينيها خضرة شعرها أصفر. لكن أعمل إيه؟ تقبلتها بقى كده. هي تقول ايه يعني عليا، ده طلع ما بيصرفش، ده طلع حريص، ده طلع بيحب امه، ده طلع مش عارف ايه. وكل واحد تفسيره طبعا للسلبية يختلف من واحد للتاني، وكل واحد يشوفها بشكل مختلف عن التاني، وبرضه ده احتمال سلبي، احتمال غير صحيح او غير ايجابي. الاحتمال الثالث في اكتشاف السلبية هو محاولة تغييرها. بمعنى والله هو انسان محترم، طيب، على خلق، في صفات كتيرة قوي، ولكن مع الوقت اكتشفت فيه بعض السلبيات. هنا بقى يحصل ايه؟ كل طرف من طرفين الحياة يبدأ يحاول يغير السلبية اللي موجودة عند التاني. هنا بنبدأ بس نقول نصيحة للناس اللي هتتبع الاحتمال رقم 3 دول. ايه هو؟ احنا لسه متكلمين عليها في مراحل الحياة الزوجية او مراحل الحياة بمعنى اصح، اللي هي ايه؟ ان احنا قلنا هي بقالها 25 سنة عايشة مع اهلها، هو بقاله 28 سنة عايش مع اهله، انتوا الاتنين بقالكم مخطوبين 6 شهور. هل انت او انتي متوقع في خلال 6 شهور ممكن يغير طبع بقاله 25 سنة او 28 سنة وهي بقالها 25 سنة بتعمله او مقتنع بيه؟ لا طبعا، استحالة. وده وده حصل خليكي برضو عارفة، وخليك عارف انكم بتمثلوا على بعض. ليه؟ ما احنا لسه قايلينها من شوية، ده فسيولوجية في جسم الانسان، ده اساسيات في التعاملات. ما تجيش تقول لي بنت في مرحلة ثانوية وجامعة وشغل متعودة على اسلوب معين، وتيجي في خلال ال6 شهور دول تتقلب ب180 درجة. ما تجيش تقولي لي ولد متعود من وهو عنده 18 ولا 17 سنة بيشرب سجاير ولا اي كان اي حاجة تانية ربنا يعفينا، وتطلبي منه انه يبطلها، ولما يرجع تاني للسجاير تروحي تطلبي تفسخ الخطوبة. ما هو الموضوع هياخد، بيشرب سجاير انت عايزاه في خلال 6 شهور يبطلها؟ لازم يبقى عندك مصابرة شوية في انك تقدري تخليه يعمل الصح ويتجنب الغلط. فبالتالي بيحاولوا في الاحتمال دوت ان هم يغيروا السلبية اللي شافوها في بعض. الاحتمال الرابع، تحويل السلبية الى ايجابية. تحويل السلبية او الصفة السلبية اللي انت اكتشفتها في الطرف التاني الى ايجابية. ايه ده؟ مش صعبة شوية؟ ازاي حضرتك بتقول اكتشفت في حاجة سلبية احولها الى ايجابية؟ انا قصدي هنا بكلمة احولها مش ان انا اغيرها اللي هي المرحلة رقم 3، لا، انا قصدي هنا بالسلبية هي ان انا انظر اليها بايجابية. يعني ايه النظر الى السلبية بايجابية؟ موضوع فلسفي قوي، ولكن حاولوا على قد ما تقدروا تستوعبوه او تفكروا فيه قوي. وهو المقصود بيه هنا ايه يا جماعة؟ ان انت بص نص الكوباية المليان، بلاش تبص نص الكوباية الفاضي. بمعنى لو انت فاكر ولو انت فاكرة انك بعد ما هتفسخ الخطوبة او بعد ما انت هتسيبها هتروح ترتبط بواحدة او هتروحي ترتبطي بواحد كله كوباية مليانة، انسي، انسى، مفيش حاجة اسمها كده.
كل انسان في الدنيا عنده ايجابيات وعنده سلبيات، حتى انا كمحمد عندي ايجابيات وعندي سلبيات. كل انسان في الدنيا، اهلنا مع احترامنا الفائق الشديد ليهم، كل انسان منهم فيه الكويس وفيه الوحش. الفكرة كلها في ايه بقى؟ من ايجابياته تقدر بيها تبص على عيوبه، من حسناته تقدر بيها تمسح سلبياته، من حاجاته الكويسة تقدر بيها ما تشوفش الوحش. وده المقصود بيها بالنظر الى السلبيات بإيجابية. العلماء بيقولوا لو قدروا يعدوا من المرحلة الرابعة دي، سواء كان انهم يغيروها او بينظروا الى الموضوع بإيجابية، بيروحوا للمرحلة الخامسة. ايه هي المرحلة الخامسة؟ تجديد الحياة. يعني ايه تجديد الحياة؟ اقولها لكم بحاجة بسيطة كده، لو جيت رايت كليك على الديسك توب ورحت عامل ريفرش او دوست اف 5، يقولك كده ايه؟ احنا بنعمل تجديد للاوامر اللي بياخدها البروسيسور في الكمبيوتر. هي نفس المقصودة هنا في تعاملاتنا في الحياة، بمعنى لازم كل زوجين كل فترة يبدأوا يجددوا الحياة. ودي دعوة بقى لأصحابنا المتجوزين في انهم لازم كل فترة يدوسوا F5، يعملوا ريفرش لحياتهم. ليه؟ لو ما عملوش ريفرش او تجديد للحياة هيفضلوا في المرحلة اللي قبلها اللي هي اكتشاف السلبيات، وهيفضل كل طرف شايف في الطرف التاني السلبيات بتاعته، ولا اما هيرضى بالتعاسة لا اما هيتقبل السلبية ويفضل طول حياته باصص لنص الكوباية الفاضي، لا اما هيفضل طول حياته بيحاول يغيرها لغاية ما هيزهق اللي قدامه. يا شيخة قرفتيني، كل ما تشوفيني تقولي لي بطل سجاير بطل سجاير، طب انا هشرب سجاير غصب عنك وانت مالكيش حاجة عندي. وتلاقي الموضوع قلب بمشكلة اكبر بسبب انها مصرة على انها تحاول تغير له الشيء السلبي. فعشان كده بنقول دايما تجديد الحياة هو الاساس في نجاح الحياة الزوجية، بمعنى كل فترة لازم كل واحد من الطرفين يبدأ يغير من نفسه، يغير من شكله، يغير من اسلوبه او من تعاملاته للاحسن، يسعى انه دايما يبقى شكله قدام الطرف التاني كويس، يطلعوا يسافروا مع بعض، يجددوا النية في تعاملاتهم مع بعضيهم، ياخدوا بعض ويروحوا طالعين عاملين عمرة، يحجوا. يطلعوا يروحوا الساحل الشمالي، مالين يجددوا الحياة بأي طريقة، إن شاء الله ولو خروجة، يتمشوا على الكورنيش، يكسروا الروتين، يعملوا أي حاجة يقدروا بيها يكسروا الروتين اللي موجود عندهم. المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله، يعني احنا لسه قدامنا حوالي ربع ساعة وهنخلص المحاضرة بتاعتنا ونكمل بقية المحاضرة بكرة ان شاء الله تعالى. اللي انا عايز اقوله من النقطة دي يا جماعة، ان بيقولوا العلماء لو قدروا انهم يوصلوا للمرحلة الخامسة دي بسلام، او ان هم يقدروا يوصلوا لجددوا الحياة، قبل اقول لكم ايه اللي هيعملوه اقول لكم ايه اللي هيحصل لو ما وصلوش للمرحلة الخامسة. في مرحلة اكتشاف السلبيات هنا بقى هيبدأ يتم الايه؟ لو كانوا مخطوبين هيسيبوا بعض. ليه؟ هي شافت فيه سلبيات وبقت بالنسبة لها السلبيات دي مغطية عن الايجابيات بتاعته. هو مش عايز يرضى بالتعاسة، حاول يغير السلبية اللي موجودة عندها ما تغيرتش، فقال لك لا خلاص دي ما تنفعنيش اسيبها واشوف غيرها. وعلى رأي احمد حلمي، تحب يتقال عليكي مفسوخة ولا مطلقة؟ ويبدأ كل واحد يطلع حجج في تعامله مع الطرف الاخر علشان يجيب العيب على التاني في فسخ الخطوبة او في الطلاق ويحصل انفصال او طلاق.
اللي بقى هيقدروا يوصلوا لمرحلة الخامسة، تجديد الحياة. يحصل ايه يا جماعة؟ بسبب تجديد الحياة في تعاملهم مع بعضهم، ودي ليها اكتر من طريقة، ودي لوحدها عايزة لها محاضرة بحالها نقعد نتكلم فيها عن طرق تجديد الحياة في التعامل ما بين الطرفين. يحصل اعجاب. الله، ايه ده؟ ده المرحلة هتبدأ تتعاد تاني. ما هو ده سبحان الله فلسفة الحياة في التعاملات. والاعجاب دوت اللي نتج بسبب تجديد الحياة ينتج عنه انبهار، والانبهار يخليني اقدر الشخص اللي قدامي اكتر، واحس قد ايه ان انا في نعمة ان ارتبطت بواحدة زيها، او تخليها تحس ان اللي قدامها ده انسان عظيم، وتتعود عليه اكتر ويتعود عليها اكتر. وبسبب التعود الاكتر يحصل اكتشاف تاني للسلبيات، وده اللي بيبان مع الوقت، وده اللي بيأكد المقولة اللي احنا قلناها، طالما ما عاشرتش فلان يبقى ما تعرفوش. في حاجات مش هتظهر في فترة الخطوبة، وفي حاجات مش هتظهر في أول سنة في الجواز، وفي حاجات مش هتظهر في أول 5 سنين في الجواز، وفي حاجات مش هتظهر غير بعد 10 سنين من الجواز. عشان كده بنقول سبحان الله، زي ما قلت لحضراتكم، لازم كل طرف من الطرفين يتقبل كل مرحلة بإيجابياتها وسلبياتها، ويرضى بالطرف التاني، والطرف التاني يرضى بيه، ويبدأوا هما الاتنين ياخدوا ايد بعض عشان يروحوا للمرحلة اللي بعدها، فالمرحلة اللي بعدها، فالمرحلة اللي بعدها. كون ان الوقت قرب ان هو ينتهي، احنا هنقف عند الجزئية دي اللي هي مراحل الحياة الزوجية. بكرة ان شاء الله تعالى هنتكلم عن ايه الحاجات اللي عايزينها العيلة في الشخص اللي يتقدم ويتجوز بنتهم، ايه الحاجات اللي عايزها المجتمع في العريس المثالي والعروسة المثالية، ايه الحاجات اللي عايزها كل طرف من طرفين الحياة في شريك الحياة اللي عايز يرتبط بيه. هنتكلم عن انواع البنات، وكل نوع وعيوبها، وهنتكلم كمان عن انواع الشباب، وكل نوعية من انواعهم وكيفية التعامل معهم. واللي مقصود بيها هنا يا جماعة هي اشكال العرسان واشكال العرايس ازاي. وهننهي المحاضرة بتاعتنا بكرة ان شاء الله تعالى بمعادلة السعادة. معادلة السعادة دي هي متاخدة برضو من نظرية السعادة، هي ان لو اي طرف من الطرفين قدر يطبق مع الطرف التاني معادلة السعادة دي، هيقدروا هما الاتنين في سعادة دايما. محاضرتنا بكرة هتبقى الساعة 9 برضو ان شاء الله تعالى يوم الجمعة، وهتلاقوا اللينك بتاع المحاضرة موجود على الاكونت بتاعي محمد اندرسكور عصام اندرسكور الدين @yahoo.com، وهتلاقوه على الموقع بتاع ملتقى الدارين، او على الجروب بتاع الفيسبوك، او الموقع بتاع تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي على الفيسبوك الخاص بي. شكرا يا رضوى. اتمنى ان المحاضرة بتاعتنا النهاردة كانت ايجابية او فعالة. هنهي كلامي بحاجة لازم نبقى فاهمينها كويس قوي، وبعد كده نبدأ نسمع استفسارات او تساؤلات حضراتكم. بدأنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة بسعيد وسعاد، وقلنا حاول تبقى سعيد، وحاول تدور على سعاد. لو كنت سعيد ولقيت سعاد شيء ايجابي، اولادكم هيبقوا سعد وسعاد او سعادة. سعد وسعادة هما ناتج سعيد وسعاد، لان النظرة اللي احنا بنقول عليها في اختيارك لشريك الحياة ما تخليهاش نظرة سطحية، ما تخليهاش عشان هي روشة،
علشان هي شيك، اصلها لابسه بالطو وانا بحب البنات اللي بتلبس بالطو، اصلها لابسه بوت والبنات اللي بتلبس بوت بتغريني، وتسمع كلمات غريبة وتفكيرات غاية في الغرابة لكل طرف من الطرف التاني. مرة كنت بتكلم مع واحد فبقول له انت ليه لغاية دلوقتي ما اتجوزتش؟ قال لي هو حضرتك فاكر ان الموضوع سهل؟ ده انا بدور على الست اللي هتبقى ام ولي العهد، بدور على اللي هتربي لي ولادي واللي هتطلعهم لإما ذرية صالحة لإما هتطلعهم ذرية فاسدة للأسف. فده كان فاهم إن ناتج طبيعي من ارتباط سعيد مع سعاد هما إنهم يجيبوا سعد وسعادة. وطبعا عشان انت ربيت سعد على الصح راح اختار سعادة، وهيبقى النتيجة الإيجابية من ارتباط سعد وسعادة إنهم هيجيبوا فرح ومسعد، وسعد وسعادة فرح ومسعد هي عيلة كان أساسها سعيد وسعاد. أتمنى إن المعنى ده يكون وصل لحضراتكم، أتمنى إن الساعتين دول كانوا مثمرين وقدرنا نوضح بعض المعاني اللي تقدر تبين أفكار لازم نقدر نتفهمها أو نبقى عارفينها كويس أوي. ده المحاضرة بتاعتنا بكرة إن شاء الله تعالى، وده الإعلان بتاعها إن شاء الله الجزء الثاني يوم 3/2/2012 الساعة 9 مساء. جزانا وإياكم، وأتمنى المحاضرة كانت مفيدة. برضو للتواصل إن شاء الله تعالى مع حضراتكم في أي توقيت أو في أي وقت، أنا ما بقفلش موبايلاتي أبدا حتى وأنا نايم. ده رقم التليفون بتاع اتصالات 051-65-688 موبينيل 012-24-010-962 فودافون 010-172-33-629 علشان نتكلم مع بعض بأقل سعر للدقيقة في مصر، سواء كان موبينيل أو اتصالات أو فودافون. وتحت أمر حضراتكم في أي استفسار أو في أي حاجة. الأكاونت بتاع الفيسبوك محمد اندرسكور عصام اندرسكور الدين @yahoo.com. وان شاء الله من بعد نهاية محاضرتنا لغاية الساعة 12 هتلاقوني اونلاين على الاكاونت لو حد عنده اي استفسار عايز يسأل عليه، هو برضو بتاع الشات. ولينا جروب على الفيسبوك اسمه جاه، هتلاقوا عليه جدول المحاضرات والمواعيد بتاعتنا كلها، والبيج بتاعتنا على الفيسبوك تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي، وهتلاقوا على التلاتة الصورة بتاعتي اللي ظاهرة قدام حضراتكم ديت. اتمنى ان المحاضرة كانت مفيدة لحضراتكم، ولا استاذن في حاجة، كل ما هيبقى فيه سؤال هنستنى نجاوب عليه بعد كده نسأل سؤال تاني علشان الاسئلة ما تزيدش وما نعرفش نجاوب عليها كلها. اتفضلوا يا جماعة، لو حد عنده اي استفسارات في النقط اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة. طيب بالنسبة لمثال البنت اللي ما كانتش طايقة جوزها من تالت يوم، لو حصل ان هي لسه ما اتجوزتش وهي الشخص وهو وهي الشخص ده لسه بتحبه، واجهت شخص تاني وتقدم ليها، يبقى ساعتها انهي اولى، تستمر في انها تصبر لغاية لما الشخص اللي هي بتحبه يكون نفسه، ولا توافق على الشخص اللي متقدم لها؟ لان الحكاية دي منتشرة جدا. واضح طبعا ان السؤال ده من بنت، وعايز اقولك على حاجة عجبتني جدا تنهي الموضوع ده علشان يبقى فاهمينه. فيلم بتاع احمد حلمي، مش متذكر اسم الفيلم، ولكن قال ايه، انا كنت بسعى طول حياتي ان انا ادور على سوبر وومن، المرأة الخارقة اللي ما فيهاش غلطة، ولكني اكتشفت ان انا مش سوبر مان. بمعنى الشيطان اكتر حاجة بيحبها هو انه يقدر يوقع ما بين اتنين،
وتلاقي بنت بعد ارتباطها بولد لفترة طويلة، يا بنتي ليه مش عايزة تكملي معاه؟ تقولك اصل الحسنة السودا اللي في وشه دي مضايقاني، اصله ألدغ في حرف الره، وانا طول عمري نفسي اتجوز واحد مش ألدغ. الشيطان عارف يطلع لها اي سبب تافه علشان يحسسها ان ده شخص مش كويس وهي عايزة ترتبط بشخص تاني. البنات او الولاد ايا كان، سواء ده او ده، مفيش حد منهم شبه التاني. كل بنت ليها الحلاوة بتاعتها، ليها الجمال بتاعها، ليها الشكل والاسلوب الخاص بيها. كل ولد ليه الشخصية بتاعته، ليه الصفات والخصائص بتاعته. الجواز هو اتفاق ما بين طرفين، بمعنى حسيت معاه ان هو ده الحد اللي ينفع يركب معايا، اللي ينفع انا وهو بيه نكمل الصورة بتاعة الحياة الزوجية السعيدة، اذا هو الحد المناسب ليا. ودايما بنقول، عشان برضو اكمل اجابة السؤال بتاع حضرتك دوت، هو ان طول ما احنا في فترة الخطوبة هي وعد بالجواز، بمعنى وارد ان الانفصال يبقى بسبب اي طرف من الطرفين. هي اكتشفت حاجة مش كويسة بتسيبه، هو اكتشف فيها حاجة مش كويسة بيسيبها، هي شافت حد احسن منه بترتبط بيه، هو شاف حد تاني جذب انتباهه عنها بيسيبها. فده شيء وارد، ولكن زي ما قلنا يكون السبب منطقي واقعي وليس سبب تافه او حاجة معتمدة على غرور او تكبر او اي شيء من الاشكال دي. ناخد سؤال تاني. هو عبارة عن بذرة كل واحد بيزرعها في التاني، وبيسعى كل واحد منهم طول الحياة انه يسقي البذرة بتاعت التاني. لو جيت انت في يوم من الايام، او جيتي انت في يوم من الايام، بطلنا نسقي البذرة دي لبعضينا، البذرة دي مالها؟ هتموت. ولما هتموت مش هتعرف تخليها تقوم تاني، وساعتها هتبان قدامك انها ايه؟ شجرة ميتة، شجرة غير مثمرة، وهتبدأ تدور على شجرة تاني غيرها، رغم ان انت كنت السبب في موتها، او انت السبب في انها دبلت وما بقتش كويسة. عشان كده لازم نفضل طول حياتنا بنسقي بعض علشان نقدر نشوف بعض دايما كويسين. حضرتك بتقول صعب تغيير، يعني لو بيدخن مستحيل يبطل التدخين بعد الجواز؟ انا اديت مثال للسجاير، ولكن مفيش حاجة اسمها في الدنيا مستحيل، بمعنى الانسان عبارة عن ارادة، لو قدر يحكم الارادة بتاعته صح هيقدر بيها يعمل كل حاجة هو عايزها. سجاير يبطلها، اي حاجة سيئة ما يعملهاش. فبالتالي الفكرة كلها فكرة اقتناع، لو قدرت تقنعيه ان السجاير هي شيء مضر هتقدري تخليه يبطل السجاير. ودي دايما حتى بنقولها في التنمية البشرية، مفيش انسان في الدنيا دي ملوش مفتاح، كل انسان في الدنيا ليه مفتاح، لو قدرت تاخد المفتاح بتاعه انت بتقدر تعرف شخصيته. بمعنى هو لو متدين مفتاحه ادخلي له من الناحية الدينية، وان اللي بيعمله ده حرام شرعا. لو هو مادي شوية ادخلي له من ناحية الفلوس. لو هو عاطفي كلميه عن ولادكم وان السجاير دي هتبقى حاجة مضرة ليكم انتوا الاتنين. لو هو بيحبك قوي كلميه عن حبه ليكي وانه بسبب حبه ليكي مفروض يبطل السجاير. فاذا بالطريقة اللي انت هتقدري بيه تقنعيه هو هيبطل السجاير. هل الطبع صعب انه يتغير؟ الانسان عبارة عن حاجتين، صفات اساسية وصفات ثانوية. الصفات الاساسية دي اللي بنقول عليها الطبع، ودي يا جماعة اللي ما بتتغيرش. الصفات الثانوية دي اللي بنقول عليها بتنتج على حسب المواقف او الخبرات او التعاملات في الحياة، واللي اثبته العلم الحديث في النوعين دول عند الانسان هي ان الصفات الثانوية تكرار التغيير فيها مع الوقت بيحسن الصفة الاساسية. وخدوا بالكم من المصطلح بيحسن، يعني مش هيغير
الصفة الأساسية، ولكن هيحسن التعامل أو الأسلوب. بمعنى هو عصبي، ده طبع أساسي فيه، كل كلمة لازم بيتكلم بصوت عالي أو بيزعق. مع الوقت وانت كذكائك كبنت قدرتي تكنترول حاجة زي كده أو تتحكمي فيها، هو هيفضل عصبي طول حياته، ولكن هيعرف يتحكم في عصبيته وهيقدر يبقى هادي في تعامله معاكي. فكده قدر بالصفة الثانوية انه يتحكم في الصفة الأساسية. عشان كده دايما بنقول الإنسان طول حياته قابل للتغيير، الإنسان قابل للتطوير، الإنسان قابل للتعديل. المهم نعرف نعملها صح. ازاي نقدر ننسى إنسان بنحبه والظروف حالت بينك وبينه؟ اقول لحضرتك على حاجة في النقطة دي. دايما خليك عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مخبي لك الاحسن او مخلي لك الاحسن. بمعنى ان حتى لو انت شايفة ان اللي قدامك ده كان احسن انسان في الدنيا، وحتى لو انت كنت راضية بيه ومش عايزة غيره في الدنيا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى شايف لك حاجة احسن من كده. هل انت تقولي ربنا لا وتمشي بعقليتك انت كانسانة؟ لا طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعرف الغيب، وهو اللي عارف ان ممكن دلوقتي انت شايفاه كويس، انت دلوقتي بتحبيه، لكن مش هو الانسان المناسب ليكي. فممكن مع الوقت تقدري تكتشفي حد تاني يكون هو الحد المناسب ليكي. ودايما بنقول سبحان الله، رغم ان احنا ما بنحبش الدواء وطعمه مر بالنسبة لنا، الا اننا ساعات بناخده عشان نخف، ولما بنخف بنبدأ نشكر في الدواء ونشكر في الدكتور ونشكر في العلاج اللي انا كنت كارهه او اللي انا ما كنتش بحبه. فممكن يظهر قدامك حد يكون في الاول باين قدامك انه طعمه مر او ان انت مش حباه، ولكن مع الوقت يبقى هو السبب في انه يعالجك ويخليكي احسن من الاول بكتير. فنقول الحمد لله ولعل في ذلك خير. ودايما افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عجبا لامر المؤمن امره كله خير. كله يا جماعة بخيره وبشره. بمعنى انت بتسيب نفسك لربنا سبحانه وتعالى، ربنا عايز الجوازة دي تتم هتتم، رغم المشاكل الكتيرة اللي حصلت الى انها هتتم، لان ربنا عايزها تتم، رغم ان مفيش مشكلة وفي وفاق وفي اتفاق ومفيش اي احتمالية ان احنا نسيب بعض، ولكن ربنا عايز كده هيحصل كده. فانفع ما يريد. انا استاذنكم كده خلاص، وقت الصفحة بتاعتنا خلص. فانا موجود اونلاين دلوقتي على الفيس لو في اي استفسارات عند حضراتكم، وممكن لو في اي حد عنده اي استفسارات تانية ان شاء الله تعالى نرد عليها بكرة بعد المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله تعالى. اتمنى ان المحاضرة كانت فعالة. شكرا لفريق الدعم الفني من ملتقى الدارين بيجتهدوا معانا دايما، وياريت حضراتكم تتطوعوا معانا في ملتقى الدارين، ونقدر ننمي الفكرة بتاعتنا اللي قلتها لحضراتكم دي وننشرها على مستوى واسع او كبير، ونقدر نوصل الفكر بتاعنا دوت لاكبر عدد من الناس. ساعدونا على حاجة زي كده علشان نقدر ننشر الخير، نقدر نفكر مع بعض بصوت عالي، نقدر نفهم الحياة، نقدر نوصل للسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.